يوجد اليوم الواحد. أين الإشكال؟ هو الجانب التشريعي والجانب القانوني، الجانب القانوني والجانب التشريعي المتعلق بتأطير المجتمع، المتعلق بتأطير العلاقات الوجودية بين أفراد المجتمع. بناء على حرب مدرسة مدرسة دولة معاشية، إنما أستغرق الأسير أو أسبي الأسيرة، هذا يخالف أصلاً أصل الشرعية الإسلامية. ليه يا جماعة؟ لأن عشرات السنين ومئات السنين تجمع في الإبان هؤلاء الصعاليك حتى تحولوا من مجرد مطالب وصعاليك إلى قبائل كاملة تسكن آراء المذاهب الأفراد. وزودت كمان وكان عندي قوانين مبدئيا الكهرباء اتكلم وحتى كان عندي قوانين ما تديش في نص القانون. وكالعادة احنا مع اثنين من كبار العقلاء او من كبار العقول مع الدكتور على هذا الحين بينشوا مع هيئه معينه ناشئ عليها فيفسر بهذه الهيئه ما اعنيه انا بكلمه التصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بجميع الإخوة والأحباب والأصدقاء، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة من حلقاتنا اللي بيبذل فيها جهد كبير الحقيقة لتقديم مادة علمية ولتقديم شيء مفيد للناس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا جميعا الحقيقة الجهد ده والوقت اللي هيبذل النهاردة في هذه الحلقة. الحاجة التانية وفي بداية الحلقة كده سريعا يا جماعة، أنا أبرز ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى بأن أنا أعلن كده من أول الحلقة دي يا جماعة بلس 50 بجد مش هزار. يعني أنا لما بلغت وقلت بلس 50 أنا أقصدها فعلا. هي المفروض بلس 80 الكلام اللي هيتقال يا جماعه كلام ما ينفعش يتقال في حضور شباب صغير، ما ينفعش يتقال مننا كرجاله في حضور ستات لو كانوا هيتحرجوا من مثل هذه الالفاظ او من مثل هذه الامور. فاللي هيتحرج من سماع مثل هذه الالفاظ او الموضوعات سواء من اخواننا او اخواتنا او من الشباب الصغير، رجاء اخرج من البث. ما فيش داعي انك تجرح مشاعرك او تسمع كلام انت ما تحبش تسمعه. احنا النهارده بنتكلم عن الشذوذ الجنسي كظاهره، هنتكلم عن انواعه، هنتكلم على اثاره، هنتكلم على تصنيفاته من الناحيه الطبيه، هنتكلم عن تاريخه في حياه البشريه وموقف التشريعات المختلفه على مر التاريخ من ظاهره الشذوذ الجنسي. ثم سننهي او مش ننهي الحلقه، يعني احنا هنتناول برضو النهارده النظره الشرعيه للشذوذ الجنسي، ثم سنتناول ورقه علميه للبروفيسور كيني بينتقد فيها تقرير او بيرد فيها على تقرير رابطة الصحة النفسية الأمريكية اللي هو قرر بأن الشذوذ الجنسي ليس من الأمراض النفسية. وبالتالي الحلقة قد تطول، سامحوني أنا بقول من البداية الحلقة قد تطول وقد لا تطول. نسأل الله عز وجل أن يجعل الوقت ده كله في ميزان حسناتنا سواء طال بين الحلقة أو قصرت. خلونا سريعا نبدأ علشان بس وقتنا ما يضيعش. النهاردة بنتكلم عن الهوموسيكشواليتي، اسمها العلمي هوموسيكشواليتي، ظاهرة تمثل إحدى أضلاع التنوير العربي. معلش سامحوني، البعض دايما يسألني أنت ليه دايما تربط ما بين العلمانية وما بين الإباحية وما بين الإلحاد. هقول لحضرتك الحقيقة دول الثلاث محاور اللي بيمثلوا الشغل الشاغل للتنوير العربي. الأسرة تمثل مشكلة كبيرة جدا للتنوير العربي، الأسرة النووية التقليدية اللي أقرتها التشريعات السماوية دي بتمثل مشكلة كبيرة جدا للتنوير العربي، وبتمثل إرث ثقافي قديم هم منقلبين عليه
والحقيقه لا يرضوا ابدا، وبالتالي بيعملوا جاهدين على تفتيت صوره الاسره بصورتها التقليديه، وبيحاولوا انشاء صور اخرى للاسر. الكلام ده هنجيله دلوقتي. وبالتالي الهوموسيكشواليتي او يعني بوجه عام الاباحيه مش المثليه فقط، لا الاباحيه والمثليه جزء منها، بتمثل الحقيقه احد اهم اضلاع التنوير العربي المنقلب على الصور الاجتماعيه التقليديه اللي احنا توارثناها عن الاجداد. وبالتالي صوره العائله والاسره القديمه دي بتمثل مشكله كبيره عند التنويري العربي. وبالتالي دائما ما يهاجم صوره الزوجه في مؤسسه الاسره وبيراها عبده، ودائما ما يهاجم فكره القوامه ويراها استعباد، ودائما يهاجم فكره البنوه ويراها تبعيه واذلال، ودائما ما يتهم المجتمع كله بانه ذكوري وبان الاسره ذكوريه. وبالتالي لابد وان تنقلب المراه على الصيغه الاجتماعيه المتوارثه دي. فدي احد اضلاع التنوير العربي. ولذلك احنا قلنا ان الهوموسيكشواليتي او المثليه الجنسيه هي مرض المجتمعات العلمانيه بامتياز. ايه اللي ربط ما بين العلمانيه وما بين المثليه وما بين الالحاد؟ هو ثلاثي التنوير. التنوير ينقلب على الاديان، وبالتالي ينقلب على العلاقات الجنسيه التقليديه، وعاوز يطرح هو رؤيته ليها، وفي النهايه ينقلب على الدوله اللي الدين له اي دخل فيها سواء من قريب او من بعيد. يبقى هو كده الدوله الثلاث اضلاع اللي بيمثلوا التنوير العربي. الالحاد احد الاضلاع، العلمانيه احد الاضلاع، الاباحيه وفي القلب منها المثليه الجنسيه هي الضلع الثالث. واحنا كده نبقى جمعنا مثلث التنوير العربي. ولذلك هتجد ان ده شغلنا الشاغل في القناه، اما الالحاد واما الاباحيه الجنسيه واما العلمانيه. يعني ايه يا جماعه اولا يا جماعه، كل الكلام اللي احنا هنقوله النهارده موجود مصادره في صندوق الوصف. لو حضرتك نزلت للديسكريبشن هتلاقي كل الاوراق العلميه والابحاث والدراسات والمصادر لكل اللي هنقوله النهارده، هتلاقيها موجوده تحت. اللي يحب انه يتاكد من معلومه موجوده هنطرحها النهارده يتفضل بانه ينزل يشوف مصدرها، واللي يحب يتوسع المصادر موجوده تحت، توسع براحتك واقرا براحتك وتثقف براحتك. خلونا كده ننطلق ونبدا. احنا نقصد ايه يا جماعه اولا بالهوموسيكشواليتي او المثليه الجنسيه؟ نقصد بها الحقيقه التعريف اللي قالته الدكتوره هند الميزر، بتقول هي ركزوا معايا يا جماعه، يعني ايه المثليه الجنسيه؟ يعني ايه الهوموسيكشواليتي؟ هو انجذاب جسدي نفسي عاطفي شعوري متواصل، يعني مش منقطع. ركزوا في التعريف لان الحقيقه هيجمع علينا القضيه كلها. يبقى هو انجذاب جسدي، يبقى المساله فيها شهوانيه اهو. نفسي يعني المساله فيها جانب سايكو، جانب نفسي. عاطفي يعني المساله فيها حب وميل. شعوري مش لا شعوري، لا شعوري يعني يمكن السيطره عليه، يمكن يعني انا ممكن يبقى عندي رغبه في امراه ما، لكن كرامتي مش سامحالي فاكبح كمح هذه الرغبه. يبقى هو شعوري وليس لا شعوري. واهم من ده كله انه متواصل، يعني هي حاله متواصله مش حاله متقطعه، مش بتجيلي في اوقات وما تجيليش في اوقات تانية، لا ده هي حاله متصله تجاه شخص آخر من نفس الجنس، من نفس الجنس. أستاذنا الدكتور محمد غانم، الورقتين اللي فيهم المصدر ده يا جماعة موجودين تحت في الديسكريبشن. أستاذنا الدكتور محمد غانم قال، حب يتوسع شوية وقال إن المثلية الجنسية انحراف جنسي، فحب من البداية يوصفه، فوصفه بأنه انحراف جنسي. لسه هنرجع لدي دلوقتي يا جماعة. هو انحراف جنسي يتمثل في الشعور باللذة والشبق من خلال ممارسة الجنس مع نفس النوع، يعني المرأة مع المرأة، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. لون الخلفية ده يا جماعة مناسب ولا ده مناسب؟ عشان بس نريح عينين الناس شوية. ده ولا التاني الأبيض؟
أرجو إن أنتوا تجاوبوني. طيب، والحقيقة علشان نفرق ما بين المقصود بتاع النهاردة واللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة، ونفرق ما بينه وبين الأنواع الأخرى من الانحراف الجنسي اللي إحنا لا نقصدها اليوم، فحبينا النهاردة الحقيقة إن إحنا نقول لحضراتكم إيه المقصود بصور الانحراف الجنسي. عندنا الحقيقة أول صورة من صور الانحراف الجنسي وهم الليسبيان. الليسبيان دول هو انجذاب جنسي زي ما قلنا في التعريف بين امرأة وامرأة، هو انجذاب جنسي بين امرأة وامرأة. يبقى الليسبيان هو انجذاب جنسي بين امرأة وامرأة، ودي صورة من صور الشذوذ الجنسي. النوع الثاني الجاي. الجاي هو غالبا في معظم الأحيان يا جماعة اللفظ ده، المصطلح ده بيستعمل في حق الرجالة، يعني لما يبقى راجل عنده ميل للراجل بنسميه جي، إنما في الثقافة الغربية الحقيقة يمكن يستعمل نفس اللفظ في التعبير عن الجنسين الليسبيان والجي. يبقى الليسبيان ميل مرأة جنسي ناحية امرأة، والجي ميل رجل ناحية الرجل، وهو ده الحقيقة اللي نقصده النهاردة. إنما عندنا أنواع أخرى من الشذوذ الجنسي مش دي اللي نقصدها دلوقتي، زي البايسيكشوال مثلا. البايسيكشوال ده رجل أو امرأة بيميل للجنسين، عنده رغبة في الجنسين، بينجذب جنسيا ونفسيا وعاطفيا شعوريا وبشكل متصل إلى الجنسين. لاحظوا الأربع أركان دول في التعريف يا جماعة، والله ركزوا معايا لأن ده هيفرق معانا جدا في اللي جاي. يبقى هو انجذاب جنسي نفسي عاطفي شعوري متواصل، متواصل مش موسمي. يبقى اللي عنده هذا الانجذاب المتواصل ناحية الجنسين بنسميه البايسيكشوال. عندنا نوع آخر من صور الانحراف الجنسي بنسميها الترانس جندر أو الترانسيكشوال، وده شخص الحقيقة لسه ما حددش موقفه ومش قادر يحدد موقفه، هل هو امرأة أم هو رجل، أم أو يعني بمعنى صح هل هو ينجذب للرجال أم أنه ينجذب للنساء. وده قد يكون يعني لسه ما حددش موقفه وهيجي بكرة إن شاء الله، أو ممكن يستمر بهذا الوضع إلى ما لا نهاية. والحقيقة المصطلح ده بيختلف عن كافة المصطلحات الأخرى لأنه لا يشير إلى من ينجذب مثل هذا النوع من الناس. طيب، عندنا نوع آخر من الانحرافات الجنسية يعني هم بيسموه الكوير، كوير أو questioning، وده يعني نوع من أنواع الانحراف الجنسي. والكلمات دي يعني ممكن إيه نسميه يعني مش عارف، أنا مش عارف أسميه إيه الحقيقة يعني. المهم إن هو الكلمات دي تصف الهويات الجنسية والجنسانية بخلاف ستريت وسايس جندر اللي هو الجنس الجسدي الذي ولد به. قد يتم أيضا وصف المثليات والمثليين مزدوج الميل الجنسي كمان ومغير الهوية الجنسانية بكلمة كوير بشكل عام. فهذا يعني أن جنسك وحياتك الجنسية تختلف عن معظم الناس، يعني رجل مختلف بمعنى أصح. مش زي الباقي يا جماعة، بمعنى أنه مختلف عن الباقي. عندنا نوع آخر من الصور الانحرافات الجنسية بيسمى الانترسكس، وهو مصطلح للشخص الذي ولد مع الأجزاء الذكرية وأيضا الأجزاء أو الأعضاء الأنثوية، اللي هو بيسمى في الثقافة الإسلامية المخنث. هو يملك الأعضاء الذكرية ويملك أيضا الأعضاء الأنثوية، يعني الاثنين. وقد يكون ذكر، يعني قد يكون ميله ذكري مع انه يحمل الاعضاء الانثويه، وقد يكون ميله انثوي مع انه يحمل الاعضاء الجنسيه. والحقيقه ده لا يمكن ان احنا نسميه صوره من صور الانحراف او يعني نعتب عليه او نقول انه عنده خلل، لا، ده عنده عيوب خلقيه تحتاج الى تقويم وتحتاج الى تدخل جراحي ويمكن علاجه بسهوله. يعني الانترسكس. عندنا الاسيكشوال.
بصوره اخرى من صور الانحراف، وده شخص لا يجد في نفسه اصلا اي انجذاب جنسي، ما عندوش اصلا رغبه جنسيه، ما عندوش انجذاب ناحيه الجنس، ممكن نسميه اللاجنساني، ما عندوش رغبه في الجنس، لا يجد هذه الرغبه في الانجذاب الى طرف اخر ولا حتى طرف من نفس النوع، وده شخص لا ينتمي الى المثليه ولا المثليين ولا مزدوج الميل الجنسي ولا حتى مغير الهويه الجنسيه. مغير الهويه الجنسيه ده مصطلح مستعمل مع الناس الطبيعيه يا جماعه، اللي هو الرجل اللي بيميل الى المراه والمراه التي تميل الى الرجل، ومع ذلك هو لا يجد غضاضه في الرغبه الجنسيه او الممارسات الجنسيه عند الاخرين. اخر نوع الحقيقه من الطبائع الجنسيه او التركيبات الجنسيه دي الالي، وده شخص طبيعي جدا مغاير، بمعنى لو كان رجل بيميل للمراه لو كانت مراه بتميل الى الرجل، لكنه لا يجد اي مشكله اصلا في ان يبقى في ناس عندها مثليه جنسيه او بايسيكشوال او اي شكل من اشكال الممارسات الجنسيه. يبقى احنا كده يا جماعه فرقنا ما بين المثليه الجنسيه اللي هي انجذاب انجذاب جسدي شعوري عاطفي نفسي بشكل متصل ودائم ناحيه الجنس الاخر، ناحيه شخص اخر من نفس الجنس، فلو بنت بنسميها ليسبيان ولو ولد بيسمى جاي، ده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. النوعيه دي من الناس المفروض ان الراجل هيمارس الجنس مع راجل سواء كان فاعل او مفعول، والمراه تمارس الجنس مع امراه سواء كانت فاعله ايضا او مفعوله. طبعا وفي حاله السحاق اللي هو المراه العلاقه المثليه ما بين امراتين بيستعمل فيها بعض المعوضات او الاكسسوارز اللي بتستعمل في الحالات اللي زي دي بتباع في الاسواق. انما الحقيقه علميا العلاقه اللي زي دي يا جماعه يعني ليها اضرار خطيره جدا، والاضرار دي موجوده في اوراق علميه وهتلاقي الورقه دي موجوده تحت في الديسكريبشن. في تقرير مراقبه الايدز لمركز السيطره والوقايه في الامراض الامريكيه، من الامراض الامريكيه بيسموه سنترز اوف ديزيز كنترول اند بريفنشن، ده صدر في كانون الثاني سنه 2000، قال ان اغلبيه حالات الجنس في حالات الايدز في الولايات المتحده الامريكيه تقع بين المثليين، وهيجيب نسب دلوقتي. يعني التقرير الصادر عن مركز السيطره والوقايه من الامراض في امريكا سنترز فور ديزيز كنترول اند بريفنشن قال ان اغلبيه المصابين بالايدز هم مثليين جنسيا، فمن بين 745,000 103 يعني تقريبا 750,000 حاله تم رصدها، ما بين بين 700 حوالي 750,000 حاله ايدز بامريكا، يمثل الرجال الذين يمارسون الشذوذ الجنسي منهم حوالي 350,000 انسان، يعني تقريبا 50%. هذا بالمقارنه ب 189 وشويه الف، يعني تقريبا 190,000 حاله ايدز بسبب استخدام المخدرات المحقونه، وحوالي 480 حالة ايدز 480 الف حالة ايدز بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال وبالاضافة الى المخدرات. اما في تقرير الايدز التابع لمنظمة الصحة العالمية فيمثل الشواذ جنسيا، يعني تقرير منظمة الصحة العالمية بيقول ان 68.5% من المصابين بالايدز على مستوى العالم هم من الشواذ جنسيا، ده الكلام ده في هولندا، و 65.8% في المملكة المتحدة البريطانية. إذن تقريبا 67% من مرضى الإيدز على مستوى العالم من المثليين جنسيا، يعني غالبية المصابين بالإيدز على مستوى العالم هم من المثليين جنسيا. يبقى من أهم مخاطر الانحراف الجنسي أو المثلية الجنسية الإصابة بالإيدز، هم أعلى معدلات الإصابة بالإيدز في العالم وفقا لإحصاءات المنظمات الدولية المتخصصة طبعا. يعني الحاجة الثانية الاضطرابات النفسية، شذوذ الجنس يا جماعة أو المثلية الجنسية بيصيب صاحبه ببعض صور الانحرافات أو الاضطرابات الجنسية. أظهرت عدة دراسات علاقة مباشرة ما بين ممارسة المثلية الجنسية والإصابة باضطرابات نفسية، منها
دراسه نشرت في يناير سنه 2001 في ارشيفات الطب النفسي العام Archives of General Psychiatry، قام به فريق هولندي. وجد الفريق أن الشواذ من الرجال يصابون بالاضطرابات المزاجية التي تستمر لأكثر من 12 شهر بمعدل 2.94% مرة عن غيرهم من الأسوياء، يعني تقريبا 3 أضعاف المصابين بالاضطرابات المزاجية من الشواذ. يعني لو عندنا 4 يا جماعة عشان تفهم المعدل، لو عندنا 4 أشخاص مصابين بالاضطرابات المزاجية هتلاقي 3 منهم من الشواذ وواحد منهم من المغيرين. يعني تقريبا 75% من المصابين بالاضطرابات المزاجية تقريبا شواذ. كما يصابون باضطرابات الحصر النفسي انزيتي، او مش عارف هكبرها لكم شويه يا جماعه، ده المصطلح العلمي ليها اهو. انزيتي تقريبا، لو حد يا جماعه شايف ان نطق ليها غلط يا ريت بيصحح لي يعني. وبتستمر برضو لاكثر من 12 شهر بمعدل 2.6% عن غيرهم من الاسوياء، وهو ما ينفي مزاعم الشواذ جنسيا بأن الاضطرابات النفسية التي يصابون بها ما هي إلا بسبب نظرة المجتمع إليهم. كما أظهرت دراسة أخرى نشرت في أكتوبر 1999 في المجلة نفسها، المجلة اللي فوق دي يا جماعة Archives of General Psychiatry، في المجلة نفسها، أن احتمالية محاولة الانتحار بين الشواذ من الرجال كانت أعلى 6.5% مرات منها في توائم هؤلاء الأسوياء. يعني لما عملوا الدراسة على التوائم، وحضراتكم عارفين أن التوائم نوعين، إما توائم من بويضة واحدة أو توائم من بويضتين. التوائم اللي من البويضة الواحدة بيتسموا دائما بأنهم نسخة طبق الأصل من بعض، سواء تشريحيا أو كروموزوميا وغالبا نفسيا كمان. فلما عملوا الدراسة دي قالوا أن الشواذ منهم بتزيد معدلات ميلهم للانتحار بمعدل 6.5% مرات عن التوائم العاديين. إذن الشذوذ الجنسي من أسباب المرض النفسي الجسيم، ودي بدراسات موجود مصادرها تحت في الديسكريبشن يا جماعة. من الأمراض اللي بتنتج برضو عن الهوموسيكشواليتي سرطان الشرج. سرطان الشرج الحقيقة في بعض النظريات بتحاول تفسر أسبابه، في نظريات كتير بتفسر أسبابه. سرطان الشرج ده يا جماعة سرطان بيبقى موجود غالبا في منطقة المستقيم، عندنا فتحة الشرج، وده جزء عضلي يلي المستقيم، وبعد المستقيم تبدأ الأمعاء الغليظة أو القولون. فدائما تجد الورم الاورام السرطانيه دي في منطقه المستقيم او غالبا. يعني بيقولوا هناك عده نظريات تعلل انتشار سرطان الشرج بين المثليين جنسيا. ليه بينتشر مرض سرطان الشرج بين المثليين جنسيا؟ فاحدى النظريات دي بتقول ان سبب زياده معدلات سرطان الشرج زيادة معدلات سرطان الشرج بين المثليين عن غيرهم من المغيرين هي دخول الحيوانات المنوية والسائل المنوي إلى تلك المنطقة، وده قد يكون سبب آخر للإصابة بسرطان الشرج. آخر هذه النظريات هي الإصابة بالسرطان تبعا للإصابات بالالتهاب بفيروس بيسموه فيروس الورم الحليمي الإنساني هيومن بابيلومو فيروس. فدي احدى او بعض النظريات اللي بتقول ان دي سبب زيادة معدلات الاصابة بسرطان الشرج اكثر منها، يعني عند المثليين اكثر من عند المغيرين. المغيرين دي يا جماعة اتعود على المصطلح ده معناه الناس الطبيعية. من الامراض برضو والاضرار اللي بتظهر عند المثليين جنسيا خلل بيسموه خلل بالجهاز المناعي، فعندهم دائما مشكلة في الجهاز المناعي. ليه؟ وقال لك ده قد يكون بسبب امتصاص المستقيم للسائل المنوي ليصل إلى الدورة الدموية، وهو ما يعتقد العلماء أنه يصيب الجهاز المناعي بشيء من الضعف.
إذا من الواضح إن ممارسة العلاقة الجنسية بين المثليين من الواضح إنها بالفعل ليها كثير جدا من الأضرار. من الأضرار برضو اللي بتحصل للي بيمارسوا هذه العلاقة، إن هم يعني الرجال اللي بيتلقوا العلاقة اللي هو مفعول بيهم بمعنى أصح، بقول لك دايما عندهم مشاكل جراحية بمنطقة الشرج. يعني أنت عارف، لو اللي يعرف يا جماعة وعنده ثقافة طبية زي دي، دائما بيعانوا من وجود النسور. النسور ده بيبقى جرح دائم بيسبب نزيف دائم في هذه المنطقة، دي جروح شرجية واحتباس أجسام غريبة دائما داخل منطقة المستقيم. لأن طبعا المكان ده أصلا غير معد لتلقي القضيب. الشرج المنطقة دي يا جماعة منطقة معدة للدفع لإخراج الفضلات، إنما غير معدة وغير مجهزة لاستقبال شيء من الخارج. وبالتالي ممارسة السلوك الجنسي مع المنطقة دي بالذات يعني لا يتوافق مع طبيعتها التشريحية، وبالتالي بيمثل ليها أو بينتج فيها مشاكل تشريحية كتير جدا، منها البواسير ومنها النسور ومنها دائما استمرار حالة النزيف أو تكون أجسام غريبة الحقيقة في هذه المنطقة. برضو من الأضرار اللي بتعود على الشواذ جنسيا أمراض القولون والمستقيم. في دراسة نشرت سنة 1990 في مجلة أمراض القولون والمستقيم Diseases of the Colon and Rectum، بيقول الدكتور ستيفن ويكسنر إن 55% من الشواذ، 55% من الشواذ من الرجال الذين لديهم شكاوى من منطقة المستقيم والشرج مصابون بالسيلان. كما أن شفت مصابون بالسيلان، كما أن قد إيه يا جماعة، 50% من الشواذ جنسيا مصابون بالسيلان. كما أن 80% من مرضى الزهري من المثليين، 80% من مرضى الزهري من المثليين، بالإضافة إلى إصابة 15% من الشواذ الذين لا يشتكون من وجود أعراض مرضية بالمندثرة ويصابوا بمرض اسمه المندثرة. كما أن أكثر من 30% من الشواذ جنسيا مصابون بفيروس الهربز البسيط. إذن برضو يعني المنطقة دي لأنها تتلقى شيء هي لم تعد لاستقباله أصلا، فهي بتعاني دائما من المصادر يا جماعة موجودة في الديسكريبشن تحت، يعني حد بس يكلف خاطره كده ويبص عليها، يعني الكلام ده كله موجود مصادره تحت في الديسكريبشن. أنا فين دلوقتي؟ إذن ثبت هو عندنا إن الممارسة الجنسية الشاذة أو العلاقات الجنسية الشاذة بتسبب أمراض، يعني أمراض خاصة بمنطقة القولون والمستقيم، مشاكل جراحية خاصة بمنطقة الشرج، خلل في الجهاز المناعي، سرطان الشرج، وكمان في مشاكل نفسية بتسببها العلاقة الجنسية غير الطبيعية غير السوية اللي هو الهوموسيكشواليتي، وده طبعا بالإضافة إلى حالات الإيدز اللي بتنتشر ما بين، يعني أعلى معدل إصابة بالإيدز هي دائما ما بين المثليين. طيب هل في أسباب يا جماعة لظهور حالة الشذوذ الجنسي عند الإنسان، ولا هو بيتولد بيها كده؟ يعني هو البني آدم بيتولد كما يدعي التنويريين العرب، بيتولد عنده هذا الميل، ولا هذا الميل يمكن أن يتكون وينشأ عنده صغره؟ بمعنى صح يا جماعة، هو كده هو مخلوق شاذ، ولا هو كان مخلوق طبيعي ومعد لأنه يمارس حياته الجنسية بشكل طبيعي، إلا أن بعض الحوادث اللي حصلت في حياته أصابته بالشذوذ الجنسي؟ تعال، الحقيقه بعض علماء النفس ارجعوا ظهور هذه الحاله اللي هو الهوموسيكشواليتي الى بعض الاسباب الاجتماعيه او النفسيه، منها مثلا قسوه الاب الشديده على الاولاد. دي بتكون غالبا سبب في نزوع الشخص المثلي الى تعويض العاطفه المفتقده عن طريق وسائل اشباع شاذه. يعني بعد الدراسات الميدانيه على الاطفال اللي كانوا بيعانوا من القسوه الشديده من الاب، وجد ان نسبه كبيره جدا منهم انحرفوا الى الممارسات الجنسيه الشاذه.
من صور برضو او من الاسباب الاجتماعيه والبيئيه اللي بتظهر حاله الميل الى نفس الجنس في الممارسه الجنسيه الاعتداء على المثلي، والمقصود به او على طفل، انا اسف، والمقصود هنا بالاعتداء هو الاعتداء الجنسي عليه. الحقيقه لا سيما لو تكرر الامر، يعني لو طفل صغير حصل وتم اغتصابه وهو صغير مره واثنين وثلاثه واربعه، الحقيقه ده غالبا بيكبر في السن وهو عنده ميل ليكون الطرف السلبي في علاقه مثليه. وده غالبا بيصيب الطفل اللي تم الاعتداء عليه بحاله من حالات الانطواء عن المجتمع او حاله توحد مع الشخص المعتدي ويتحول الى مثلي. يعني بيصبح وكانه عبد للشخص اللي اعتاد الاعتداء جنسيا عليه. الحاله الثالثه من الحالات، ودي بيفسرها البعض بمصطلح جميل جدا وهو مصطلح امراض مجتمعات الرفاهيه. ودي محتاجه تعليق الحقيقه بسيط كده علشان المعنى ده يتقرب للناس. انا عايز حضرتك تتخيل معايا شاب صغير لم يمارس الحياه الجنسيه قبل كده. طبيعي جدا الشاب ده بيبقى عنده رغبه شديده انه يتزوج او انه ينشئ علاقه، سواء يعني يتزوج ده في المجتمعات الاسلاميه، في المجتمعات الغير اسلاميه بيبقى عنده رغبه شديده في انه ينشئ العلاقه دي مع الطرف الاخر. في اولى مراحل علاقاته الجنسيه مع الطرف الاخر الحياه بيشعر بلذه يعني عاليه جدا، ومع الوقت بتزداد معاه معدلات الشعور باللذه، لا سيما لما يصل لمرحله الاتقان والاحتراف. وبعدها بيبدا معدل شعوره باللذه في الانخفاض. فبيبقى العلاج في الحاله دي ايه؟ العلاج ان يبدا ينوع في اسلوب انشاء هذه العلاقه. فبعد ما كان بيمارس العلاقه دي بالشكل الفلاني، بدا ينوع ويعدد ممارستها باشكال اخرى عشان يحافظ على نفس معدل الشعور باللذه. انما الحقيقه في مجتمعات الرفاهيه الانسان لما بيجد اللذات دي كلها موجوده تحت رجليه ومش محروم من اي شيء، مع الوقت بيفقد شعوره تماما باللذه، مهما غير من الاوضاع ومهما غير من الستات، بص خلاص بقى عنده تشبع من الشعور باللذه. علماء النفس هنا بيقول لك فبيبدا الانسان في البحث عن بدائل تعيد له الشعور بنفس اللذة، فبيبدأ بالبحث عن الممارسات الشاذة جنسيا. وده بيفسر الحقيقة ليه معدلات ظهور الحالات دي بتظهر غالبا ما بين الشباب ولاد الطبقات الأرستقراطية، لا سيما عندنا في مصر، ودي حالة مشهورة هتجيلها دلوقتي. فالحقيقة هي من الأسباب ظهور الشذوذ الجنسي في بعض المجتمعات هو البحث عن اللذة البديلة، ودي حالة قد يصل إليها من لا يستطيع إشباع رغباته بعد ملله من الجنس الطبيعي. عندنا عالم بيولوجي اسمه بروس باجميل، الورقة بتاعته موجودة تحت يا جماعة، بيقول إن ظاهرة المثلية دي ظاهرة منتشرة بين الحيوانات، خاصة الطيور والحيوانات الثديية مثل الزرافات والقردة وبعض أنواع الضفادع والبجع الأسود في أستراليا، ويبني أحيانا علاقات جنسية مثلية. أحيانا، لاحظ الكلمة يا جماعة، الأنواع دي تبني أحيانا علاقات جنسية مثلية، والطيور دي أحيانا تسرق الأعشاش من الإناث بعد اكتمال فترة حضانة البيض. في مارس 2004 بيّن بحث للباحث أن المثلية في الغنم تشابه المثلية في الإنسان ومتعلقة بمنطقة معينة في المخ عند الأغنام، وقد تم التثبت علميا أن 1500 نوع من الحيوانات لديهم ظاهرة المثلية الجنسية، وهي منتشرة جدا ما بينهم، منها 500 نوع موثقة بأشكال مختلفة ضمن بحوث ودراسات للدكتوراه والماجستير. إلا أن الحقيقة الورقة دي لاقت الكثير جدا من النقود، هي مش موضوعنا النهاردة، هنعمل لها حلقة مستقلة وهتجدوها في الاقتراحات لحلقات مستقبلية إن شاء الله. إنما هو للأمانة أنا جبت لحضراتكم الورقة اللي ادعى صاحبها إن ظاهرة المثلية الجنسية منتشرة ما بين الحيوانات، وقال كمان كم نوع من أنواع الحيوانات،
وانا نقلت الكلام للامانه ونقلت مصدره والورقه، اصل الورقه العلميه موجود في الديسكريبشن تحت، انما الحقيقه هذه الورقه لاقت الكثير جدا من الانتقادات. يعني من الانتقادات دي انا قلتها في الحلقه ما قبل الماضيه، انا لما سالت استاذ في البيولوجي في كليه علوم عندنا هنا في الجامعه قال لي الحقيقه لا يمكن ان انا اسمي سلوك الشذوذ الجنسي عند جنس معين من الحيوانات انه شذوذ جنسي الا اذا كان حاله دائمه، وده موجود في تعريف الشذوذ الجنسي اللي قلناه في اول الحلقه، لابد ان تكون هذه الحاله متصله متواصله دائمه، بمعنى ان انا ما بيبقاش عندي الرغبه الطبيعيه في النساء وبعدين كل سنتين ثلاثه اربعه احب حدق براجل، لا ده ما اسمهش شذوذ جنسي. الشذوذ الجنسي او المثليه الجنسيه حاله دائمه من رفض ممارسه الجنس مع الجنس الاخر وممارستها مع شخص من نفس النوع، ده معنى الجنسيه. انما وجود ظاهره المثليه الجنسيه في عالم الحيوان بشكل دائم، الحقيقه الامر ده رفضه كتير جدا من المجتمع العلمي وهو غير موثق. انما فكره انك تلاقي حيوان بيمارس المثليه الجنسيه في حاله في وقت ما في لحظه ما كصوره من صور فرض السطوه كصوره من صور طرد الذكر للاستيلاء على انثى الى اخره، ده موجود في مجتمع الحيوانات، انما ده لا يسمى مثليه جنسيه، ده يسمى حاله مثليه طارئه، انما انها تكون دائمه في حياه الحيوان فالحقيقه الامر ده غير مسجل بشكل علمي. طيب تاريخيا يا جماعه الشذوذ موجود في مجتمع البشر من ايام مظهر البشريه على وجه الارض وسيظل موجود الى ان تقوم الساعه. انما الحقيقه موقف المجتمعات من الشذوذ الجنسي تغيرت تاريخيا من اول الرفض والاعدام الى حاله القبول والتطبيع اللي احنا موجودين فيها النهارده. في انجلترا مثلا كانت ممثلة المثلية الجنسية في قوانين القرون الوسطى وما قبلها كانت جريمة، الكنيسة الإنجليزية كانت بتجرم مثل هذه السلوكيات. في القرن 19 البرلمان الإنجليزي نفسه أدان المثلية الجنسية مع بعض الممارسات الأخرى زي ممارسة الجنس مع الأطفال أو البيدوفيليا. يعني الحقيقة المجتمعات كلها ظلت تجرم سلوك المثلية الجنسية على مدار التاريخ حتى بدايات القرن العشرين. في مجتمعات العصور الوسطى في أوروبا وطبعا زيها زي كل بلدان العالم كان هناك تقبل عام للمثليين بين شتى طبقات، أنا بتكلم هنا يا جماعة في المجتمع الروماني القديم، كان في تقبل عام للمثليين بين شتى طبقات المجتمع وتقبل طفيف لهذا السلوك بين البرجوازيين أو الطبقة الأرستقراطية شوية من المجتمع الروماني القديم، حتى اتفقت الأغلبية على أنه عمل غير أخلاقي، وصلت في مرحلة متأخرة أنه عمل غير أخلاقي. في بداية القرن 19 أغلبية السلطات اللي هي تتبنى النظام اللاتيني القانوني اللاتيني أو النظام القانوني النابليوني كما يعني يحلل البعض تسميته لم يكن لديها أصلا قوانين تدين المثلية، إنما كانت تجرم هذا السلوك. السلطات اللي كانت بتتبنى النظام الأنجلو ساكسوني التشريعي أو يعني القانون الإنجليزي كان لديها قوانين تجرم المثلية الجنسية وتعاقب عليها، والكلام ده لحد أواخر سنة 1800. ده الكلام ده كان في المملكة المتحدة. إلا أن الجنس المثلي تمت إجازته للرجال اللي أعمارهم أكتر من 21 سنة، ده الكلام ده كان سنة 67، وتغير ل 18 سنة ثم ل 16 سنة. إذن أنا بجري يا جماعة على تطور موقف المجتمعات من المثلية الجنسية على مدار التاريخ، لأن ده مش موضوعنا النهاردة، إحنا عايزين نوصل للورقة العلمية اللي هنوصلها في آخر الحلقة. إنما البشرية من بدايتها كانت تجرم العلاقات الجنسية المثلية وتعاقب عليها إما بالإعدام وإما بالنفي وإما بالجلد، حتى مجتمعات العصور الوسطى كانت بتجرمها. لكن في نهاية ما بعد عام يعني في القرن 19 ما بعد عام 1800 بدأ الموقف يتغير وبدأت تظهر بعض النداءات لتقبل وجود هذه الممارسة، حتى وصلت في النصف الثاني من القرن العشرين إلى إصدار تشريعات تنظم حقوق المثليين. في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ده يا جماعة ده مجتمع حديث، يعني تقريبا ملوش على وجه الأرض أكتر من 300 سنة، هم كلهم مهاجرين من العالم. في خلال ال 300 سنة دول كان ده
يعني زمن ما بعد الثورة الفرنسية، اللي هو يعني مرحلة ما بعد الثورة على العصور الوسطى وبدايات الحداثة وبدايات المجتمعات الحديثة. وفي الحقيقة أمريكا داخلة كده من بدايتها على الموقف أو المواقف الأخيرة للبشرية من المثلية الجنسية، لحد ما وصلت ل 26 يونيو 2003 والمحكمة الأمريكية العليا الحقيقة قلبت حال المجتمع الأمريكي لما أصدرت حكم في قضية مشهورة جدا باسم لورانس تكساس، أصدرت حكم بقبول الممارسة الجنسية. في الصين يا جماعة ما فيش أي قوانين أصلا بتشتبك مع هذه الحالة، لا في التاريخ القديم ولا المعاصر ولا يمكن في التاريخ المقبل أو في الأجل القريب. في سنة 2022 كان صدر حكم مشهور جدا في أمريكا، لو حضراتكم تعلموا، صدر من المحكمة العليا الأمريكية، كان في قضية خاصة بالإجهاض، وألغى الحكم ده حق المرأة في الإجهاض، وأوصى، خد بالكم من الكلمة دي، وأوصى بإعادة نظر المشرعين الأمريكيين في موقفهم من المثلية الجنسية. وحذر الحكم ده، حكم المحكمة العليا في أمريكا، حذر المشرعين الأمريكان من خطورة الممارسات المثلية الجنسية في المجتمع الأمريكي على المجتمع الأمريكي، وقال لهم أعيدوا النظر في التشريعات التي تبيح المثلية الجنسية. الكلام ده كان في سنة 22، في أول سنة 22. زي ما المجتمعات باختلاف أديانها كانت بترفض الشذوذ الجنسي على مدار التاريخ، كانت كل الأديان بلا استثناء ترفض فكرة الشذوذ الجنسي أو الممارسة الجنسية من نفس النوع. يعني في سورة الشعراء طبعا ده موقف الإسلام، موقف اليهودية معلوم، موقف المسيحية معلوم، ده موقف الإسلام اللي هو أشهر من نار على العالم. في سورة الشعراء يسأل الله عز وجل على لسان لوط لأهل سدوم، بيقول لهم أتأتون الذكران من العالمين، بيكلم الرجالة بيقول لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ده في سورة الأعراف. في سورة هود يقول الله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا، غضب الله سبحانه وتعالى على أهل سدوم بسبب هذه الممارسات، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن الممارسة المثلية الجنسية في كل الأديان مرفوضة، والشريعة الإسلامية بتسميها اللواط إذا كانت ما بين الرجال، وبتسميها السحاق إذا كانت ما بين النساء. والقرآن الكريم خلد لينا قصة لوط مع قرية سدوم وعذاب الله سبحانه وتعالى لهذه القرية بأن أمطر عليها حجارة من السماء فجعل عاليها سافلها ودمر هذه القرية. في ورقة علمية تحت يا جماعة عن هذه الحادثة بتسجل بالفعل نزول نيزك على منطقة البحر الميت في تاريخ قريب من تاريخ القضاء على قرية سدوم. الورقة اللي هتلاقوها تحت يا جماعة كانت منشورة في نيتشر سنة 20. فريق علمي كبير جدا انتقل من أمريكا، قعد في المنطقة دي سنين طويلة، حلل الأرض والتربة والأحجار اللي موجودة، وقرر بإن المنطقة دي حصل فيها نيزك في تقريبا من حوالي 3500 سنة تقريبا في المنطقة دي، المنطقة اللي كان فيها قرية سدوم. الورقة موجودة تحت يا جماعة. وطبعا برضو الصور اللي منشورة في كل مكان، لا سيما في المتاحف الجنسية على مستوى العالم، في متاحف يا جماعة منشور فيها مثل هذه الأمور على مستوى العالم. والحقيقة أنا حبيت أن أنا أجيب لحضراتكم صور الجثث المتحجرة في قرية بومبيل الإيطالية. القرية دي يا جماعة كانت قرية متخصصة في الجنس، قرية بتاعة الجنس،
والكتابات والنقوش اللي موجودة في الآثار المكتشفة في هذه القرية سجلت صور الممارسات الجنسية الشاذة في هذه القرية. يقال إن بركان من البراكين ثار فدفن هذه القرية على أهلها، فما لحقتش حتى الجثث تتحلل، فتحجرت الجثث تحت ركام اللافا بتاعت البركان، وتخلدت هذه القرية، ووصل لها العلماء في أواخر القرن العشرين، وأخرجوا لنا جثث متحجرة وآثار بتقول إن البلد دي كانت بلد متخصصة في الممارسات الجنسية، لا سيما الممارسات الجنسية الشاذة. طيب، تعالوا بقى نخش في الإيه؟ معلش يا جماعة، من الواضح ان انا حصل عندي حاجة في الكمبيوتر، استاذن حضراتكم، زار جهاز هنج. عندنا ورقة علمية جميلة جدا لكيني، والحقيقة اهدها لي الاستاذ فكري سامي، وانا اشكره الحقيقة قبل ما ابدأ مع حضراتكم فيها. التقرير اللي صدر عن رابطة علماء النفس الأمريكية ورابطة السيكتريين الأمريكان، أو يعني المتخصصين في الصحة النفسية الأمريكية، عرضت عليهم قضية في بداية السبعينات. معلش يا جماعة، أنا آسف والله، واضح إن الجهاز هنج. الجهاز كله هنج، البث مهنج السلايدز كمان مهنجة. يعني ايه متخصصة بالممارسات الجنسية؟ واضح انها كانت يعني قرية بغاء، قرية عايشة على البغاء، ده معنى كلمة متخصصة يا محمد يا ليه. ده كلام الأركيولوجيين، ده كلام الناس اللي درسوا الحالة يعني. ماشي يا عم، كريتيكال. طيب، الحمد لله يبدأ يفوق اهو. الكارما هنجت الجهاز. المجتمع العلمي على مدار الفترة ما قبل 73 الحقيقة كان بيعد الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية حالة من حالات المرض النفسي، وكان كل المجتمعات العلمية بل كل الدول على مستوى العالم بتتعامل مع المثليين جنسيا باعتبارهم حالة من حالات المرض النفسي، حتى إن التقرير اللي صادر أو اللي بيصدر بشكل دوري عن رابطة الصحة النفسية الأمريكية وضعت المثلية الجنسية باعتبارها مرض نفسي، لحد ما حصلت قضية من القضايا في بدايات السبعينات، يعني 1900 حاجة و70 71 72، ووضح إن المحامين في القضية دي كانوا ملقطين، وأنا بحب أوي المحامي الملقط الحقيقة، فطلبوا رأي جهة متخصصة في موضوع الدعوة، في موضوع الجرائم المسندة إلى المتهم. واحد من المتهمين اتهم بانه بيمارس الجنس مع رجل اخر، فطلبوا راي جهه متخصصه، فالمحكمه ارسلت ملف الموضوع الى رابطه الصحه النفسيه الامريكيه، فاجتمعت الحقيقه الرابطه
علشان تضع تقرير في القضية دي وترسله للمحكمة. فوضعت التقرير نعمل بقى شير ونرجع تاني للسلايدز. انما الحقيقه قبل ما نخش في المساله دي، ظهر ان التنويريين العرب دعوا عليا وبوظوا لي الحلقه. هم لما بيدعوا يا جماعه بيدعوا ايه؟ بيدعوا مين؟ ايوه يا جي ار، احيانا انا لما بحب ابوظ القضيه بالذات في القضيه الجنائيه، يعني بقول له يا باشا انا ما فهمش حاجه في الجوانب الفنيه في المساله دي. ومع احترامي لكون المحكمه هي الخبير الاول في القضايا، الا ان المساله دي فنيه، لو سمحتوا ابعتوها لجهه فنيه تفحص الموضوع وتضع لنا فيها تقرير. غالبا هيجي التقرير في صالحك غالبا، لان بيبقى المسائل الفنيه دي من الصعب جدا على المحكمه وعلى الدفاع انه يفهمها ويستوعبها. فبيبقى ارسال الملف الى الخبير بيبقى احيانا ذكاء من المحامي، بيدمر بيه القضيه. كان عندي قضيه زي دي لاستاذ جامعي، طلبت احاله الملف الى كان متهم بانه بينشر حاجات معينه على النت. خلينا يا جماعه بقى ايه نكمل كده ونشير الجزء ده عشان نرجع تاني لشغلنا. الحقيقه تطور القانون الدولي في مجال في المساله دي تحديدا، او موقف القانون الدولي في ايه يا جدعان؟ طيب نسير كده يا جماعه على مطفي الجهاز، اطفي اللاب واخرج منه خالص واعيد تشغيله، لان من الواضح ان فعلا الملحدين دعوا عليا بوظوا لي الدنيا. الحقيقه احنا عندنا يا جماعه على يعني على مدار القرن الماضي ده كان في محاولات دوليه رهيبه، محاولات دولية حساسة جدا لتغيير الموقف القانوني والتشريعي دوليا ومحليا من الشواذ جنسيا. معظم التشريعات وبالذات التشريعات العربية الإسلامية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو حتى التشريعات في دول إفريقيا أو في دول آسيا كانت بتتعامل مع المثليين بغلظة. بعض القوانين كانت بتعدمهم، والبعض الآخر كان بيحكم عليهم بأحكام مشددة جدا. ده حتى مش راضي في لا 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 لا, لا واضح ان ايه اخواننا التنوريين دول دعواتهم سرها باتع. فالحقيقه كان في محاولات دوليه حساسه جدا على مدار القرن اللي فات ده للتطبيع مع المثليه الجنسيه. عقدت مؤتمرات دوليه ومنظمات اجتمعت وجمعيات كتير جدا ومنظمات تم انشائها لدعم المثليه الجنسيه على مستوى العالم. وكان مطلوب من البشريه انها تنتقل من مرحله المغايره الى مرحله المثليه الجنسيه. ليه؟ ما تفهمش. ولما اذكر حضراتكم بالمؤتمرات الدوليه والقرارات الصادره عنها انت نفسك هتستغرب، هتقول الله هو في ايه؟ هو ليه الإلحاح على التطبيع مع المثلية الجنسية؟ في إيه؟ ما تفهمش، لغز. إنما ما زالت القوانين المصرية، القوانين العربية والأفريقية تجرم المثلية الجنسية وتتعامل مع المثليين الجنسيين باعتبارهم وباء وباعتبارهم مرضى يحتاجون إلى علاج. وأنا أذكر أن أحد رؤساء الدول الأفريقية التابعة للاحتلال الفرنسي المعاصر بيضغط عليه بمعرفة المشرعين الفرنسيين بما لهم من سلطة على دولته باعتبارها إحدى دول النفوذ الفرنسي،
وعايزين يجبروا المشرع عنده الداخلي انه يضع قوانين لا تجرم المثليه الجنسيه وتطبق العلاقه معاهم. فالحقيقه الرئيس الافريقي ده طلع كده وقال اي اثنين مثليين جنسيا ساضعهم في السجن ولن يفرج عنهم حتى ينجبها طفلا. انا ما عنديش حاجه اسمها مثليه جنسيه ولن اقبل بالمثليه الجنسيه ولن اضع تشريعات تطبع العلاقة أبدا مع المثلية الجنسية. نفس الموقف ده هتلاقيه موجود في كل الدول العربية، مع العلم إن ظاهرة المثلية الجنسية موجودة في مجتمعاتنا العربية وفي المجتمعات الأفريقية ولكنها مجرمة. وهنجيب موقف القوانين الدولية أهو من المثلية الجنسية واتطورت إزاي، وإيه موقف القوانين الداخلية من المثلية الجنسية. جهاز باظ يا جماعة، يا خبر أبيض. ده أنا بدي أصالح اللادينيين بقى، ده طلع سرهم باتع وطلعوا واصلين قوي ودراعتهم واصلة لحد هنا، يكونوش هكروا الجهاز. يا خبر اسود ومطين. باوربوينت. طيب. نعود. أخيرا عدنا. طيب يا عم شيار، عليكم السلام ورحمة الله. أخيرا وصلنا. نشير بقى عشان نعود للحلقة اللي مش عايزة تتم دي، اللي عليها مؤامرة. والله لسه مهكر. يا خبر أبيض يا جماعة، سامحوني والله، أنا ما أقصدش الإساءة، سيبونا أكمل الحلقة. شير. المثلية الجنسية في القوانين الدولية، ركزوا معايا يا جماعة بقى في اللي بيحصل دوليا على الساحة الدولية فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، لأن احنا عاوزين نفهم الفكرة. ان انا عاوز افهم هو في ايه اصلا، الناس دي عايزة تفرض على البشرية كلها المثلية الجنسية ليه؟ في منتصف القرن العشرين بدأ رفع التجريم عن المثلية الجنسية تدريجيا ولم تعد تصنف كمرض في معظم الدول المتقدمة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن في نهايات القرن ال19 بدأت تشكل تنظيمات اجتماعية للعمل على التطبيع مع الشواذ جنسيا.
ظهرت حركات عالمية منذ نهاية القرن التاسع عشر تهدف لزيادة الاعتراف بالمثليين وتواجدهم العلني والمساواة بحقوقهم الشرعية والمناداة بحقوقهم الشرعية بما فيها حق الزواج، حق التبني، حق العمل، حق الخدمة العسكرية، حق العناية الطبية، وكذلك سن تشريعات تكافح التنمر عليهم لتحمي القاصرين المثليين. الكلام ده ظهر من نهايات القرن التسعتاشر. نجحوا الحقيقة في إن هم يرفعوا تجريم هذا الفعل في بعض الدول الأوروبية، إنما لم يفلحوا في جعلها تشريعات على المستوى الدولي. حتى بدايات مؤتمر السكان اللي كان في القاهرة سنة 94، في المؤتمر ده جت الأمم المتحدة بقضيها وقضيضيها وعلمائها وخبرائها وسياسييها ورؤسائها وملوكها وكل حاجة، وقعدت في القاهرة وأرادت أن تصدر من القاهرة وثيقة السكان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عاوزينها تصدر من القاهرة لتتحمل بالشرعية من الأزهر الشريف، ولتتحمل بالشرعية من الكنيسة المصرية، ولتأخذ الرمزية إنها إن الإعلان والوثيقة دي صادرة من مجتمع شرقي وليس من مجتمع غربي. لكن الحقيقة الأزهر والكنيسة المصرية بعد المؤتمر وأثناءه أصدروا بيانات رسمية يستنكروا فيها الموضوعات اللي مطروحة في المؤتمر والتوصيات اللي صادرة عنه. الكلام ده كان سنة 94. المؤتمر ده دعا في وثيقته إلى توسيع مفهوم الأسرة. الأسرة عندنا يا جماعة يا رجل وامرأة وأطفال. لا، المؤتمر ده دعا لتوسيع المفهوم، ولذلك سماها الأسرة دون أن يحدد أطراف هذه الأسرة، ليوسع من مفهومها فتقبل العقلية التشريعية في كل دول العالم بعد كده فكرة وجود أسر من جنسين من نفس النوع. بعديه بسنة مباشرة في بكين سنة 95 كان مؤتمر المرأة. في المؤتمر ده دعا المؤتمرين وخرجت الوثيقة تقول كده: الاعتراف بحق الشذوذ الجنسي، الممارسة الجنسية الشاذة، ده حق من الحقوق. لاحظوا ان انا بتحدث يا جماعة عن وثائق دولية، انا مش بتكلم على اتفاقيات ما بين طرفين دوليين، دي وثائق دولية المفروض انها مطروحة من المؤسسة الدولية اللي هي بتمثل المجتمع الدولي، واي دولة هتوقع على هذه الوثيقة صارت ملزمة بدمج التشريعات دي داخل تشريعاتها الوطنية الداخلية. مؤتمر بكين للمرأة اعترف بحق الشذوذ الجنسي، استبدل مصطلح الجنس اللي هو السكس، النوع السيكشوال يعني، استبدل المصطلح ده بلفظ الجندر. ليه؟ عشان يوسع شوية في مفهوم الجنس. فبعد ما كان الأجناس البشرية نوعين هو رجل وامرأة، لا، المسألة أصبحت أوسع من كده بكتير جدا، وأصبح عندنا رجل وامرأة ومزدوج الرجولة والأنوثة في بعض سواء بالإيجاب أو بالسلب، وممكن يبقى عندنا رجل لكنه لا يهوى النساء يهوى الحيوانات، وإلى آخر بقى الأمور اللي حضراتكم عارفينها دي. قررت بأن الاختلاف الجنسي ليس سببه عضوي، إنما الاختلاف الجنسي سببه بيئي ونفسي وثقافي، بمعنى أن اللي بيمنحك جنسيتك، اللي بيمنحك ميولك الجنسية هو تربيتك البيئية والثقافية أو ميولك النفسية. يعني الذكورة لم تعد بالأعضاء ولا الأنوثة أصبحت بالأعضاء، إنما أنت من تحدد نوعك بناء على إيه؟ بناء على ميولك النفسية والثقافية والبيئية. طبعا الأفكار دي أفكار تتصادم مع ثقافات العالم كله فيما عدا المجتمع الغربي. قرر المؤتمر ده حق الإنسان في تحديد هويته الجنسية، بمعنى إن أنا أبقى مخلف ولد بكامل أعضائه الجنسية ذكر، أو أبقى مخلف بنت بكامل أعضائها الجنسية أنثى، أنا مش من حقي أقول على ابني إنه ولد، ولا من حقي أقول على بنتي إنها بنت، إنما ننتظر في 3 4 5 6 سنين ونسأل الولد: أنت ولد ولا بنت يا حبيبي؟ هو اللي يحدد هو ولد ولا بنت، والبنت برضه شرحه. الشذوذ الجنسي حق من حقوق الإنسان. الجملة دي خطيرة جدا يا جماعة، جملة خطيرة قوي. جعل الشذوذ الجنسي حق من حقوق الإنسان. حق الزواج المثلي، أقرت الوثيقة حق الزواج المثلي، يعني من حق المثليين إنهم يتجوزوا. إنما أنا في النقطة دي الحقيقة قبل ما عديها بتساءل، يعني إذا كانت الممارسة المثلية خلاص المجتمعات دي شرعنتها، إيه الهدف من الزواج؟ يعني هل المقصود من الزواج
انهم يبعدوا عن الحرام مثلا عشان تبقى العلاقه ما بينهم وبين بعض علاقه مشروعه، بلاش تبقى علاقه خارج اطار الزواج فيهربوا من الحرام او من الرفض الاجتماعي، ولا ايه الهدف؟ ايه الهدف من اقرار الزواج بين الشواذ جنسيا؟ الحقيقه سؤال انا نفسي ماليش لاقي له اجابه، انا نفسي مش يعني خلاص المجتمع والتشريعات تقبلت وجود اتنين رجاله عايشين مع بعض او اتنين ستات عايشين مع بعض او راجل عايش مع كلبه او ست عايشه مع كلب، إيه خلاص دي حريتها الشخصيه، وعلى راي صلاح انا ماليش علاقه بالنصف التحتاني لاي حد، يعيش زي ما هو عاوز. طب خلاص والمجتمع تقبل، ايه فكره انشاء علاقه زوجيه؟ ايه فكره إتاحة كمان إنه يروح يوثق الزيجة بتاعته دي سواء في الكنيسة أو أمام المكاتب المدنية؟ سؤال أنا نفسي مانيش لاقي له إجابة. مش كده وبس، ده كمان حق الشاذ في التبني، يبقوا راجلين متجوزين ويروحوا يتبنوا ولد أو بنت من الملجأ أو يعني من دار الأيتام علشان هم يربوه أو يربوها، فتنشأ الولد أو ينشأ البنت في حجر راجلين، يقول للأول يا بابا ويقول للتاني يا ماما. انتوا متخيلين ولد او بنت تتربوا في بيت الاب فيه راجل والام فيه راجل، انتوا متخيلين ان الولد او البنت دي هينمو بشكل سوي وطبيعي؟ والله مستحيل مستحيل. انما المهم ان الترقيه دي شرعنت حق المثلي في التبني، حق تاجير الارحام، وده مش موضوعنا النهارده. بعد كده اجتمعت الامم المتحده في نيويورك سنه 99 ووضعت اتفاقية السيداو، ودي ألغت فيها نهائيا تجريم الشذوذ الجنسي في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. كل الدول العربية اعترضت، حتى الفاتيكان نفسه اعترض، وده هنجيلها في حلقة مستقلة إن شاء الله. كان في مؤتمر بعدها بسنة اسمه مؤتمر المرأة، وده كان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وده قرر بقى بشكل نهائي أو وضع في وثيقته أولا الحرية والإباحية الجنسية، ما عادش من حق حد انه يتدخل في الحاجة الجنسية لأي حد، يقولوا ده حرام وده حلال، ده يجوز وده لا يجوز، ما حدش له دعوة. الإباحية دي حرية، الحرية العلاقات الجنسية دي مفتوحة وحرية. فرض النموذج الغربي للأسرة المكونة من شخصين دون تحديد نوعيهما، إلغاء القوانين المجرمة للشذوذ، يعني الدولة اللي هتوقع على هذه الوثيقة ملزمة بإلغاء كل القوانين اللي تجرم الشذوذ. اعترضت طبعا على اتفاقيتين دول الدول العربية والفاتيكان، مع العلم ان كتير جدا من كنائس الغرب بما فيها كنائس تابعة للفاتيكان شرعنت الزواج ما بين المثليين، الا ان كل القوانين العربية الحقيقة بتجرم الشذوذ دون النص على هذا اللفظ. بمعنى انت لو دخلت الى قانون العقوبات في اي دولة عربية لن تجد نصا يجرم الشذوذ الجنسي، انما سلطات التحقيق او سلطات الضبط بتضع الممارسة الجنسية تحت انواع من مجرمة داخل قانون العقوبات، بيسموها مثلا التحريض على الفسق، ارتكاب الفجور بشكل علني، الاعتداء الجنسي، هتك العرض الى اخره، فيروحوا يقبضهم على الولاد اللي بيمارسوا المثلية الجنسية او البنات ويحكموهم بمثل هذه القوانين، يعني يتهموهم بأنهم ارتكبوا الفجور علنا أو حرضوا على ممارسة الفسق إلى آخر. عندنا ثلاث حوادث في مصر الحقيقة مشهورين جدا بيدلوا على موقف المجتمع المصري وموقف القانون المصري وموقف الدولة المصرية من مجتمع الميم من المثليين. الحادثة الأولى بيسموها حادثة كوين بوت، كان عندنا فندق عائم كده كبير أو ملهى ليل، يعني ملهى ليل عائم بيسمى نريمان بوت أو كوين بوت، كان فيه تقريبا 51 أو 52 راجل قلبينها أردخانة، اتنين تخيلوا انتوا كده، حفلة ممارسة جنس جماعي بين الرجال، متخيل يعني كل خواجات العاصمة، والله أعلم ممكن يكونوا جايين كمان من الأقاليم، كل الخواجات بتوع العاصمة اتجمعوا في الملهى الليلي العائم ده في النيل وعملوا حفلة ليلية كلهم سلبوتة ومارسوا السلبوتة وعاشوا حياتهم واتبسطوا. وصل الخبر للشرطة، جت طبت على الملهى الليلي ده وقبضت على 51 أو 52
راجل في هذا الملهى الليلي، وحالتهم بعد التحقيق إلى محكمة أمن الدولة العليا، وحكم على 23 منهم بالسجن 5 سنوات، وبالفعل سجنوا، ومجموعة منهم اتبرأوا. جه الرئيس حسني مبارك الله يرحمه بعدها بفترة كده وتدخل في القضية دي وأفرج عنهم، وقال الحقيقة الجريمة اللي ارتكبها ال 52 خواجة دول في كوين بوت الحقيقة جريمة لا ترقى إلى مستوى محاكم أمن الدولة العليا، فعفى عن العقوبة، أو بمعنى أصح عفى عن الاتهام، وطلب إن هم يحالوا إلى محكمة مدنية عادية، وحكموا بالفعل في محكمة الجنايات، وتم الحكم على 21 منهم بـ3 سنين، وبرئ الباقون، وهم كده كده كانوا قضوا الـ3 سنين فروحوا. دي كانت الحادثة الأولى، وده اللي بتدل إن القانون المصري بيجرم الشذوذ الجنسي دون أن ينص عليه. في عندنا حمام شعبي في منطقة اسمها باب البحر سنة 2014، برضو بلاغ بإن يا جماعة حمام البحر ده المقلوب أردخانة، ده الرجالة فيه لا مؤاخذة كلهم يعني الدنيا بايظة خالص، بعضهم على وشهم وبعضهم على ظهرهم، والدنيا عدمان العافية. فبالفعل الشرطة راحت طبت على الحمام، حمام باب البحر، قبضهم على 26 شخص أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي، وبعضهم كان بيصور الوضع ده. قبضت الشرطة عليهم وحرزت الفيديوهات وقدموا إلى النيابة العامة، وبالفعل أحيموا إلى المحكمة وتم الحكم عليهم بالحبس. الحقيقة لأن ما فيش قانون يجرم الشذوذ الجنسي، فالنيابة العامة قالت إن هم ارتكبوا أوضاع وصفتها بالمخلة في مكان عام، المكان العام ده اللي هو الحمام، وقالت إنها ضبطت بحوزتهم مقاطع فيديو جنسية مصورين بعض، مقاطع فيديو جنسية ومزلجات، مزلجات دي يعني كريمات لتسهيل ممارسة الجنس، ووجهت النيابة لأربعة من المتهمين بالقضية تهمة ارتكاب جرائم إدارة مكان لممارسة الفجور، وتسهيل الفجور للغير، والتحريض على الفجور بمقابل مادي، ثم وجهت الاتهام للباقين بأنهم مارسوا الفجور في مكان عام، وتم إحالتهم المحكمة وحكموا. الحادثة الثالثة المشهورة جدا اللي هي حادثة حفل مشروع ليلى، لو تذكروه كان سنة 2017 من حوالي 5 سنين، اللي هو كان فيه البنت سارة حجازي، وده كانت حفلة نظمها الشواذ جنسيا في مصر، وكانوا راحوا رفعوا الأعلام، أعلام الشواذ، وكانوا متخيلين إن المجتمع بعد الانقلاب أو بعد الأحداث 2013 هيتقبل وجودهم، وخلاص بقى طبعا التنويريين المصريين كانوا مالوا الشاشات ومالوا الفضائيات ومالوا اليوتيوب، فتخيلوا ان خلاص الدنيا كلها بقت زبادي بالقشطة، والجميع هيتقبل وجودهم وان هم يعلنوا عن نفسهم ويخرجوا الى المجتمع. فنظموا حفلة كبيرة جدا في فندق كبير جدا في القاهرة، سموه مشروع ليلى، وبدأت بقى الموسيقى والحفلات، وتلم العيال الخواجات كلهم بنات وصبيان، ورفعوا أعلام الشواذ، طبقت عليهم الشرطة، طبقت على دماغهم الحفلة، وقبضت على البعض منهم ورمتهم في السجن، كان منهم سارة حجازي اللي بعد ما خرجت من السجن هاجرت إلى كندا وانتحرت هناك. إذن المشرع العربي والمسلم والمصري الحياة يجرم مثل هذا، على نفس هذا النهج كل التشريعات الأفريقية وتقريبا كل التشريعات الآسيوية، ولا توجد تشريعات حتى الآن تقرر حق ممارسة الشذوذ الجنسي ولا تجرم مثل هذه الممارسات إلا في أوروبا وأمريكا وبعض الدول التابعة لها زي أستراليا وغيرها. وصلنا الحقيقة للنقطة المهمة جدا بقى في الحلقة دي. دائما ما كنا نسمع كلمة أن الشذوذ الجنسي ليس مرض نفسي، المثلية الجنسية ليست مرض نفسي. طب دليلكم على كده إيه؟ يقول لك العلم اللي قال كده. وانتوا ناس الحقيقه بتجروا ورا الخرافه الدينيه اللي بتتعامل مع المثل الجنسي الذكر باعتباره لوطي، وتتعامل مع المثل الجنسي الانثى باعتبارها سحاقيه، وبتجرموا هذه الافعال، وانتوا كده الحقيقه بتعتدوا على حقوق الانسان. لا سيما وان العلم خلاص قطع وقال رايه الاخير بان المثليه الجنسيه ليست مرض نفسي كما كان مقررا قبل ذلك. عندنا ورقه علميه موجوده، هي برضو موجوده في صندوق الوصف تحت، homosexuality and scientific evidence، المثلية الجنسية والأدلة العلمية، unsuspect and codes عن الحكايات الخرافية، يعني antiquated data البيانات القديمة،
برود جنراليزيشنز، او يعني الايه التعميمات الواسعه والكبيره قوي. البروفيسور اللي عمل الورقه دي اسمه روبرت كيني الثالث، روبرت كيني ذا ثيرد، فورت واين في امريكا، والبحث ده منشور سنه 2015. عشان نفهم ايه قصه البحث ده تعالوا معايا. ان الكلام اللي هتسمعوه النهارده في الحقيقه في الورقه العلميه دي مهم جدا وخطير جدا، وهيعرفنا احنا قد ايه كنا متخوزقين من بعض مدعي التنوير اللي بيدعوا كذبا وزورا ان العلم بيقول ان الشذوذ الجنسي ليس مرض نفسي. احنا عندنا منظمتين امريكيتين كبار جدا، والحقيقه المنظمتين دول يا جماعه هم اكبر منظمتين في العالم في تخصصهم. المنظمه الاولى ذا امريكان سايكاتريك اسوسيشن، او يعني رابطه علماء الصحه النفسيه الامريكان، والرابطه الثانيه ذا امريكان سايكولوجيكال اسوسيشن، او يعني رابطه علماء النفس الامريكان. الرابطتين دول دي الرابطه الاولى متخصصه في التنظير في علم النفس، اما السايكاتريك اسوسيشن دي متخصصه في الصحه النفسيه. احنا اللي يهمنا دلوقتي المنظمه الاولى ذا امريكان سايكاتريك اسوسيشن، لانها بتصدر تقرير شبه دوري او تقرير دوري اسمه الدي اس ام. التقرير ده يعني بتقول عنه الورقه العلميه Manual of Mental Disorders DSM which in the handbook used by healthcare professionals in the United States and much of the world. بتصدر تقرير دوري للصحة النفسية، تقرير كده بتضع فيه الأمراض النفسية أو يعني السلوكيات اللي بتعد أمراض نفسية والسلوكيات التي لا تعد أمراض نفسية. ده التقرير اللي بيمثل المرشد اللي بيستعمله المتخصصين في الرعاية الصحية أو المحترفين الرعاية الصحية في أمريكا وفي غيرها من بقية العالم. التقرير ده في مجاله هو الطب على مستوى العالم يا جماعة، ده في مجاله هو الطب، وكل المتخصصين في مجال الصحة النفسية على مستوى العالم بيرجعوا للتقرير ده. تعالوا معايا بقى، الحال المنظمه دي اللي هي American Psychiatric Association قدمت تقريرين الاثنين اخطر من بعض. قصتهم ايه بقى؟ كان عندنا قضيه فيها محامي ملقط، حقيقي والله بجد محامي ملقط. كان في عندنا قضيه في تكساس اسمها قضيه لورانس ضد تكساس، انا اسف، في امريكا كان اسمها قضيه لورانس ضد تكساس. من الواضح ان كان ما بين الاثنين علاقة، أو يعني أحدهم كان بيمارس العلاقة الجنسية والآخر شكي ومعترض على حقه في ممارسة العلاقة الجنسية، ومن الواضح أن المحامي الملقط طلب من المحكمة إحالة أوراق القضية إلى الأمريكان سايكاتريك أسوسيشن علشان يضع تقرير فني في هذا الأمر. هل السلوك اللي صدر عن هذا البني آدم سلوك مرضي أم أنه سلوك طبيعي؟ يعني هل هو انحراف عن السلوك الطبيعي أم أنه سلوك طبيعي؟ لو هو انحراف عن السلوك الطبيعي جرمهولي وعقب عليه، ولو هو سلوك طبيعي غير يعني ليس في شيء من الانحراف تعاقبنا عليه ليه؟ تعالوا بقى معايا. أصدرت المنظمة التقرير الأول The Brief of Amici Curie، ملخص الأميتشي كيري أو مختصر الأميتشي كيري، وبعتت التقرير ده للمحكمة. قالت فيه أن الممارسة الهوموسيكشوالية دي ممارسة طبيعية وليست حالة مرضية، ليست انحراف جنسي. فأصدرت المحكمة حكما الحقيقة غير وجه التاريخ سنة 73، قالت إن ما صدر عن المتهم في هذه القضية لا يعد انحراف جنسي، وهو سلوك طبيعي جدا يصدر من الناس، وبناء عليه أوصت المحكمة به إلغاء كل القوانين اللي بتجرم اللواط أو السحاق. ده كان التقرير الأول، كان تقرير مقدم إلى محكمة. إنما التقرير الثاني هو التقرير الأهم. كان اسمه التقرير ده
دي اس ام 5 على ما اذكر، دي اس ام 5 عشان لو حد هيدور عليه، هو موجود تحت يا جماعه في الـ في الديسكريبشن. التقرير الثاني بقى كان تقرير المجتمع. اولا يا جماعه المنظمه دي فيها 130 الف عضو، والمنظمه الثانيه فيها 350 الف عضو، كلهم متخصصين في مجال الدراسه النفسيه والبحث العلمي في مجال علم النفس وفي مجال الصحه النفسيه. اوراقهم العلميه وبحوثهم ودراساتهم متضاربه. البعض بيقول ان الممارسه الجنسيه الشاذه حاله من حالات الانحراف العقلي او حاله من حالات الخلل العقلي، والبعض الاخر بيقول لا. فالحقيقه المنظمه شكلت لجنه وطلبت من اللجنه دي انها تفصل في هذا الامر. شوفوا بقى خرجونا من المشكله دي، الهوموسيكشواليتي مرض نفسي ولا او يعني خلل عقلي ولا امر طبيعي؟ فالحقيقه لما المنظمه عملت اجتماعاتها وفشلت في الوصول الى راي علمي يتفق عليه المجتمع العلمي داخل المنظمه، اختارت شكلت لجنه من 7 وطلبت من 7 دول انهم يضعوا تقرير نهائي فيما يتعلق بمساله الهوموسيكشواليتي ويقرروا هل ده مرض نفسي ولا سلوك طبيعي. شكلت اللجنه من 7، كان رئيسة الفريق اسمها جوديث ام جلاسجولد ودي رئيسة الفريق، وكان اعضاء الفريق 6، ليبك ستيد وده كان مثلي الجنسية، جاك دريشر وده مثلي الجنسية، ديفرلي جرين وده ليسبيان يعني بنت مثلية الجنسية، ها روبن لين ميلر وده ثنائي الجنس بايوسيكشوال، تمام كده. خلاص خلينا نرجع لأربعة، بيفرلي جرين ودي ليسبيان، روبن لين ميلر وده ثنائي الجنس، وبعدين روجر ال وورثينتون وده مغاير يعني انسان طبيعي، كلينتون دبليو اندرسون وده مثلي الجنس. اذا يبقى احنا عندي مين يا جماعه اللي قال عليهم ان هم ان دي ميولهم الجنسيه؟ ده حسب زي ما هو موجود في الورقه العلميه، حسب جوزيف نيكولاس فان الميول الجنسيه لاعضاء الفريق هي كما هو موضح امام كل اسم. يبقى جوزيف نيكولاس وده احد المتخصصين داخل المنظمه بيقول ان ده دول اعضاء الفريق برئاسه جوديث ام جلاسجول ودي ميولهم الجنسيه. 7 هم 7 اهم يا جماعه، ادي 7 قدام عينيكم اهم. 2 منهم طبيعيين اللي هي جوديث ام جلاسجول وروجر ال وورثينتون، دول طبيعيين جدا مغيرين، فيما عدا 2 و3 و4 و5 و7 دول كلهم مثلي الجنس. يعني انا عندي 5 مثلي الجنس قدام 2 مغيرين الجنس. واجتمعت اللجنه وبدات في نقاش علمي حول الامر، فلما فشلوا في الوصول الى اتفاق علمي بناء على براهين وادله علميه طرحوا الامر للتصويت، فخرجت 5 اصوات بتقول ان الهوموسيكشواليتي ليست مرض نفسي، وصوتين فقط قالت ان الهوموسيكشواليتي مرض نفسي او خلل عقلي. وده طبيعي جدا، تخيل لما المثلي يصوت على اللي هو فيه ده مرض نفسي ولا سلوك طبيعي يقول ايه؟ اهم بالاسماء واهم يا جماعه بالميول النفسيه بالميول الجنسيه، وادي اللي تم من هذه اللجنة وده أمر طبيعي جدا. هل ما صدر عن هذه اللجنة بمعايير البحث العلمي وبمعايير النقد العقلي المنطقي المنصف ما صدر عنهم هو أمر علمي يوثق فيه أم أنهم يعني قرار مشكوك فيه؟ تعالوا بقى الحقيقة نناقش الأدلة العلمية. التقرير اللي صدر عن اللي هو دي اس ام 5 ده اللي صدر عن المنظمة الحقيقة قال يا جماعة بالنص كده، أنا هقول لكم اللي قالوه في التقريرين ده بالنص أو في التقرير بيقولهم كده بنفس النص، تعد عوامل الجذب والسلوك والتوجهات الجنسية من نفس الجنس يعني الشذوذ يعني تعد في حد ذاتها متغيرات طبيعية وإيجابية،
انا حتى لو انترك الطبيعيه وايجابيه باللون الاحمر، لان هو ده المقصود، ده سلوك طبيعي يعد متغيرات طبيعيه وايجابيه للجنس البشري، وبعباره اخرى لا تشير الى اي اضطرابات عقليه او اضطرابات في النمو. ده في التقرير اللي صدر حتى عن جلاس جولد بعد كده واخرون معاها سنه 2009. النقطه الثانيه هم برضو بيقولوا كده في اميتشي كيري، في ملخص تقرير اميتشي كيري بيقولوا: قادت عقود من البحث والخبره السريريه جميع منظمات الصحه العقليه السائده في هذا البلد، في هذا البلد يعني في امريكا يا جماعه، يعني مش في العالم، في هذا البلد، الى استنتاج مفاده ان المثليه الجنسيه هي شكل طبيعي من النشاط الجنسي للبشر. جميل جدا. ايه ادلتكم على كده بقى؟ الحقيقه هم قدموا ثلاث ادله، تعالوا بقى نشوف البروفيسور كيني رد على الثلاث ادله دول ازاي، ثم نختم هذه الحلقه بعد مداخله صديقي ان شاء الله. المنظمه قالت يا جماعه ان احنا عندنا ادله تجريبيه تقطع بان الشذوذ الجنسي سلوك طبيعي وليس سلوك شاذ، ليس اضطراب عقلي يعني. الأدلة الثلاثة اللي وضعوا في التقرير: أولا كتابات ألفريد كينزي حول شيوع المثلية الجنسية عبر التاريخ. ألفريد كينزي حط كتابين هنجيلهم دلوقتي، سنة حاجة وخمسين، حاجة وثمانية واربعين واثنين وخمسين، قال في الكتابين دول إن دراساتي وأبحاثي التاريخية قالت بأن المثلية الجنسية كانت شائعة عبر التاريخ، وتعد الاستمرارية دليل على أنه سلوك طبيعي. يعني يعد استمرارية وجود هذه الظاهرة عبر التاريخ أنها شيء طبيعي، لأن لو شيء غير طبيعي هيظهر في مراحل ثم ينقطع في مراحل، ثم يظهر في مراحل أخرى ثم ينقطع في مراحل أخرى. إنما وجود الظاهرة دي من أول البشرية حتى اليوم، واستمرار وجودها على خط متصل حتى اليوم دليل على أنها سلوك طبيعي. ده كلام ألفريد كينزي. الدليل الثاني اللي تقدم في التقرير كتابات فورد وبيتش، اتنين كتبوا برضو أوراق علمية هي موجودة تحت يا جماعة، بتتكلم حول وجود المثلية في الكثير من الثقافات والحيوانات، وذلك يعني أنه سلوك طبيعي. البرهان اللي قدمه الاتنين بيقول بما أنها موجودة في كل الثقافات تقريبا السلوك ده اللي هو الشذوذ الجنسي، وموجودة برضو في أنواع كتير جدا من الحيوانات، ده دليل أن ده سلوك طبيعي. الدليل الثالث اللي قدم في التقرير كان التجارب السريرية، بتقول كده التقرير بيقول أن التجارب السريرية أو الإكلينيكية يعني يا جماعة تؤكد أن المثليين لا يعانون من عدم التكيف النفسي بعد إجراء اختبارات الإدراك الموضوعي واختبار تكوين قصة واختبار رورشاخ. تعالوا بس إيه ناخدهم دليل دليل كده ونشوف التقرير قال إيه. التقرير بدأ تقريره بأن هذا السلوك طبيعي بأقوال سيجموند فرويد. سيجموند فرويد بيقول إن الشذوذ الجنسي لا يمكن تغييره. كان عنده حالة امرأة بتمارس السحاق، وعرضت على سيجموند فرويد باعتبارها بتمارس سلوك غير طبيعي، مريضة نفسيا. فالحقيقة حاول معها سيجموند فرويد كتير جدا إنه يغير من شذوذها الجنسي، ففشل. أعاد التجربة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وصل سيجموند فرويد في النهاية إلى أن علاج حالة الشذوذ الجنسي عند هذه المرأة أمر مستحيل، فقرر قال كده أن التوجه الجنسي الشاذ لا يمكن تغييره، وده طبعا بعد فشله في حالة سريرية واحدة. بيقول إيه بقى بروفيسور كيني؟ بيقول هل يمكن تعميم نتيجة تجربة واحدة مع امرأة واحدة سريريا او اكلينيكيا، يعني بعد ان اطلع النتيجه دي من الحاله الوحيده دي فعممها على كل الشواذ في العالم، واقول ان احنا لا يمكن ان احنا نغير من الميول الجنسيه عند الشواذ الجنسي على مستوى العالم؟ هل ده علميا صحيح؟ طب خد الاخطر من ده، ده كمان بروفيسور كيني بيقول ان التقرير اللي اقتبس من سيجموند فرويد الكلمه دي تجاهل قول فرويد. فرويد بيقول بقى في نفس الورقه العلميه بتاعته بيقول إن المثلية الجنسية هي اختلاف في الوظيفة الجنسية، اختلاف أو اختلال في الوظيفة الجنسية ينتج عن توقف معين للنمو الجنسي. سيجموند فرويد في نفس المصدر قال إن المثلية الجنسية تعد خلل في الوظيفة الجنسية، سببه إيه؟ سببه توقف معين في النمو الجنسي. طب
التوقف في النمو الجنسي ده مش صوره من صور الاضطراب النفسي او العقلي؟ طب ليه التقرير تجاهل قول سيجموند فرويد؟ اللي انا بقوله ده يا جماعه كلام بروفيسور كيني. تعالوا بقى للثلاث براهين اللي قدموا في هذه الورقه. البرهان الاول اللي انا كاتبه ده يا جماعه نقله عن بروفيسور كيني بالحرف بالنص حتى بنفس الاسلوب. قال بروفيسور كيني بيقول ادي برهان كينزي بناء منطقي كده من جملتين. بيقول ايه البرهان الاول؟ في البشر ثبت ان الجنسيه المثليه اكثر شيوعا واستمراريه مما كان يفترض سابقا، لذلك هناك اختلاف طبيعي. انا حطيت دي من عندي يا جماعه، اللي ما بين القوسين دول من عندي عشان اوضح لحضرتك هو بيقول ايه. لذلك هناك اختلاف طبيعي للمثليه الجنسيه، بين قوسين سلسله متصله، سلسله متصله، اذا هناك اختلاف طبيعي للمثليه الجنسيه، اذا المثليه الجنسيه سلوك طبيعي. دليله على كده ايه؟ بيقول كده بكل بساطة يا جماعة، على مدار التاريخ هذا السلوك موجود، اذا افترضنا ان هو سلوك مرضي يبقى هو هيظهر في مراحل تاريخية ثم يختفي في مراحل تاريخية، او يظهر في مجتمعات ويختفي في مجتمعات، او يظهر في بيئات وثقافات ويختفي في بيئات وثقافات، ولكن ليس هذا هو الحال. بما انه موجود على مدار التاريخ البشري في سلسلة متصلة من الظهور، اذا ده يعني انه سلوك طبيعي وليس سلوكا شاذا. اسمع بقى رد بروفيسور كيني على هذه الحجة. هو قال ملاحظة قبل ما يبدل البرهان المقابل، قال أول ملاحظاته أن دي دراسات قديمة جدا ونتيجة أصلا غير منطقية، يعني ما ينفعش أبني النتيجة دي على المقدمة دي، وإلا تعالوا نستعمل نفس منطقكم. في البشر ده كلام بروفيسور كيني، استعمل نفس البرهان بنفس اللفظ، في البشر ثبت أن بعض الناس يميلون إلى بتر أطرافهم أو أجزاء من أجسامهم السليمة. ده مرض نفسي يا جماعة، بيميل أصحابه إلى جرح نفسهم أو بتر أصابعهم أو آذانهم أو خيره. في البشر ثبت أن بعض الناس يميلون إلى بتر أطرافهم أو أجزاء من أجسامهم السليمة، دي حالة موجودة. وثبت أن عوامل الجذب لجرح الذات وإزالة أجزاء من الجسم السليمة أكثر شيوعا واستمرارية مما كان معروف سابقا، يعني الحالة دي الظاهرة دي موجودة في تاريخ البشرية من أول ما وجدت لحد الآن، وموجودة بصورة متصلة مستمرة. لذلك هناك تنوع طبيعي في عوامل الجذب لإيذاء النفس، وهناك سلسلة متصلة من الاختلافات الطبيعية في التوجه لإيذاء النفس. إذن الميل إلى إيذاء النفس وبتر الأطراف هو سلوك طبيعي. استعمل بروفيسور كيني نفس الحجة على حالة مرضية أخرى فوجدها منطقية جدا وطبيعية جدا. فهو الحقيقة بالأسلوب ده أثبت لنا أن الطرح أو البرهان اللي مقدم هناك برهان غير منطقي لا يمكن التسليم به، ولو سلمنا به لسلمنا بأن الميل إلى جرح الذات وبتر الأطراف سلوك طبيعي من الناس وليس مرض نفسي. واسقط نفس أو حط في نفس البرهان ده كل الظواهر النفسية، يعني عندنا الاكتئاب، الاكتئاب في البشر ثبت أن بعض الناس يميلون إلى الاكتئاب، وثبت أن عوامل الجذب للاكتئاب أكثر شيوعا واستمرارية مما كان معروف سابقا. إذن هناك تنوع طبيعي في الميل إلى الاكتئاب النفسي، وهناك سلسلة متصلة من ظهور ظاهرة الاكتئاب النفسي على مدار التاريخ، إذن الاكتئاب النفسي سلوك طبيعي وليس مرضي. هات لأي مرض نفسي وحطه في نفس الحجة دي هتلاقيها مقبولة بنفس المنطق اللي لجأت إليه، اللي لجأ ليه تقرير الأمريكان سايكاتريك أسوسيشن. الدليل الثاني، الدليل الثاني وده بناء المنطقي اهو يا جماعة، برضو تشير الدراسة
الى ان الشذوذ موجود في مجموعه واسعه من انواع الحيوانات. الورقه العلميه تقول الكلام ده موجوده تحت يا جماعه. تشير الدراسه الى ان الشذوذ موجود في مجموعه واسعه من انواع الحيوانات والثقافات البشريه. الورقه العلميه دي او الكتاب اللي الفه الاثنين بحث في تاريخ 76 ثقافه على مستوى العالم، اكتشف ان 49 اقول 50 ثقافه منهم، 59 ثقافه مختلفه عالميا من ال 76 دول ظهرت فيهم ظاهره الشذوذ الجنسي. وهذا يشير الى ان المثليه ليست سلوكا شاذا. اثنين، السلوكيات الجنسيه والمثليه الجنسيه توجد في مجموعه واسعه من انواع الحيوانات والثقافات البشريه. لذلك لا يوجد شيء غير طبيعي في السلوكيات المثليه او التوجه الجنسي المثلي. بما ان الحيوانات كانت بتمارس وما زالت الشذوذ الجنسي، بما ان 49 ثقافه من 76 ثقافه ثبت فيها وجود ظاهره السلوك الشذوذ الجنسي، اذا ده يعني ان الشذوذ الجنسي سلوك طبيعي جدا وليس شاذ ولا مرضي. رد البروفيسور كيني قال ايه؟ قال اولا كل دي برضو دراسات قديمه جدا، لان الكتابين اللي سند اليهم الحجه دي مكتوبين سنه 48 و 52، وحتى الربط ما بين المقدمه والنتيجه ربط سخيف، هو سماه كده ربط سخيف. والا تعالوا لي انا هقول لكم بنفس المنطق بتاعكم. تشير الدراسات ان اكل لحوم نفس النوع، اسمعوا يا جماعه الكلام ده، تشير الدراسات الى ان اكل لحوم نفس النوع موجود بين مجموعه واسعه من الحيوانات والثقافات البشريه. طب ما الحيوانات بتاكل بعضها من نفس النوع، ده موجود في مجتمع الحيوانات بين الاف الانواع، وموجود في كثير جدا من الثقافات البشريه اكل لحوم البشر، وما زالت هذه الظاهره موجوده في بعض قبائل افريقيا وفي بعض قبائل امريكا اللاتينيه وفي بعض الجزر اللي موجوده في المحيط الهادي. اثنين، سلوك البشر الذين ياكلون البشر والحيوانات التي تاكل نفس نوعها موجود في مجموعه واسعه من الحيوانات والثقافات البشريه. بناء على ذلك، لذلك لا يوجد شيء غير طبيعي في ان ياكل البشر لحوم البشر. بنفس الحجه وبنفس المنطق، رد كيني على اكل لحوم البشر موجود في معظم الثقافات على مر التاريخ، وما زال موجود حتى اليوم في بعض الثقافات. وانتوا تذكروا كمان السفير الفرنسي اللي اكلوه قبيله خطفته في دوله افريقيه وذبحوه كلوه شووه كلوا السفير الفرنسي، عقبال يا رب ما ياكلوا كل السفراء الفرنسيين هناك. وبعض الجزر اللي موجوده في المحيط الهادي لحد اليوم بتاكل لحوم البشر. وبما ان الظاهره دي موجوده على مدار التاريخ وبشكل متصل، اذا يا جماعه زي الفل، وده سلوك غير شاذ بنفس المنطق. وبالتالي الربط ما بين المقدمه والنتيجه ربط سخيف زي ما قال بروفيسور كيني. الحجه الثالثه، اسمعوا بقى الحجه الثالثه دي جميله قوي، كانت محاوله من بروفيسوره، الحقيقه بروفيسوره اسمها ايفلين هوكر، الحقيقه حاولت انها تثبت ان السلوك الشذوذ الجنسي سلوك تجريبيا طبيعي جدا وما فيش فيه اي انحراف. فعملت تجربه علميه، بشكل لطيف جدا. عملت ايه؟ قالت دعني في اول الدراسه اطرح فرضيه هي ان الشذوذ الجنسي هو خلل عقلي. انا هطع فرضيه للبحث. يا جماعه، اللي اشتغلوا في البحث العلمي يعلموا ان في اول الورقه بحط فروض علميه، فهي قالت كده في اول الورقه، اول الفروض العلميه دي الهوموسيكشواليتي شذوذ او خلل عقلي، اضطراب عقلي. الهوموسيكشواليتي اضطراب عقلي. مطلوب مني انا بقى في الدراسه ده ان انا اختبر صحه الفرضيه دي، هل هي صحيحه ولا خاطئه؟ قالت اختبرها ازاي؟ اتفرج. بدات دراستها بفرضيه ان الشذوذ الجنسي هو اضطراب عقلي. قالت كده في الورقه العلميه بتاعتها، لو 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 هو اضطراب عقلي فده يستوجب حدوث خلل في التكيف النفسي مع البيئه المحيطه. يعني لو كان الشذوذ الجنسي خلل عقلي، يبقى لابد ان الشاذ جنسيا يعاني من خلل في التكيف. فراحت جايبه عينه من
المغايرين اللي هم مش مثليين جنسيا، ومجموعه مشابهه تماما في نفس العوامل او نفس الظروف، يعني الاعمار والمؤهلات العلميه والبيئه والحاله الاقتصاديه والحاله العائليه الى اخره، اتنين متشابهين الى حد كبير، تمام كده، مجموعه من المغايرين ومجموعه من المثليين، واخضعت لاتنين لثلاث تجارب. استخدمت ثلاث اختبارات علميه على المجموعتين، اختبار رورشاخ واختبار الادراك الموضوعي واختبار تكوين قصه، ده على المجموعتين. بعد ما خلصت الثلاث تجارب على المجموعتين ورفعت النتائج ووضعتها في جداول احصائيه علشان تعمل مقارنه احصائيه، فوجئت بان هي قالت كده: الاختبارات اثبتت انه لا توجد اي فروقات ذات دلاله بين مجموعتي الدراسه، اي فروقات ذات دلاله احصائيه يعني بين مجموعتي الدراسه، مفيش اي اختلاف ما بين اداء المجموعه الاولى واداء المجموعه الثانيه في الثلاث اختبارات، لذلك الشذوذ الجنسي لا يسبب عدم التكيف، الشذوذ الجنسي لا يسبب عدم التكيف النفسي، وبالتالي هو سلوك طبيعي وغير شاذ، لانه لو كان سلوك مرضي لسبب عدم التكيف، وبما انه لم يكن سببا في عدم التكيف اذن هو سلوك طبيعي وليس اضطرابا عقليا. دي تجربة إيفلين هوكر، ودي تجربة عملية يا جماعة، يعني مش بحث تاريخي أو بحث فلسفي، دي تجربة عملية. جابت مجموعة من المغيرين، الناس الطبيعيين اللي شبهنا كده، ومجموعة من الخواجات، والاتنين شبه بعض بالظبط في العدد، في المؤهلات الدراسية، في الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع العائلي، في المستوى العقلي إلى آخره. وافترضت كده بداية أن الشذوذ الجنسي اضطراب عقلي، لو هو اضطراب عقلي هيؤدي الى خلل في التكيف. دعنا نختبر التكيف عند العينتين. اخضعت العينتين لثلاث تجارب وجمعت النتائج ووضعتها في جدولين، جدول خاص بالمجموعه المغيره وجدول خاص بالمجموعه المماثله او المثليه، وبدات تعمل اختبار احصائي للبيانات، فوجئت بانه لا يوجد اي فروق ذات دلاله احصائيه ما بين المجموعتين. دي مستوى تكيفها هو مستوى تكيف المجموعه الثانيه، وده يعني ان مجموعه المثليين لا يعانون من التكيف النفسي، وبالتالي الشذوذ الجنسي ليس مرض نفسي، ليس اضطراب عقلي. دي تجربه ايفلين هوكر. رد عليها بروفيسور كين ازاي؟ اسمعوا بقى الكلام الحلو بقى، شوف العلماء كده لما يقعدوا يطحنوا في بعض ده كلام جميل. الحقيقة بروفيسور كيني قال كلمة في البداية ثم بدأ يدلل عليها، قال أصلا لا يوجد ارتباط ما بين المرض النفسي والتكيف، ما احنا عندنا أمراض كتيرة جدا احنا نقر أنها أمراض نفسية ومع ذلك لا تسبب عدم تكيف، وهجيب لكم أمثلة دلوقتي، وبالتالي هناك خطأ منهجي في ورقة إيفلين هوكر، خطأ منهجي لا تقع في أستاذة بمستوى بروفيسورة هوكر. ده الخلل، بمعنى يعني أنا أقول فاكرين يا جماعة لما أنا ضربت لحضراتكم مثل العلاقة ما بين أكل الجيلي أو أكل الآيس كريم والغرق، وعملنا إحصائية في معدلات الغرقة في مدينة ما على مستوى العام ومعدلات استهلاك الايس كريم في نفس المدينه على مستوى العام، فوجئنا ان الخط البياني لظاهره الغرق هو نفس الخط البياني لظاهره اكل الايس كريم. هل ينفع ان انا اقول ان هناك علاقه مضطرده ما بين استهلاك الايس كريم وما بين معدلات الغرق في نفس المدينه، وبالتالي استطيع في التحكم في معدلات الغرق من خلال تحكمي في معدلات استهلاك الايس كريم؟ اللي انا بعمله ده تخريف اصلا. فين الخطا اللي انا وقعت فيه؟ الخطا اللي انا وقعت فيه هو ان لا توجد علاقه اصلا ما بين استهلاك الايس كريم وما بين الغرق. لا الايس كريم احد عوامل ظاهره الغرق، ولا الغرق احد عوامل ظاهره استهلاك الايس كريم، وبالتالي ان انا اربط ما بين الظاهرتين ده تخلف عقلي، ده اسمه خطا منهجي. بروفيسور كيني بيقول ان ده الخطا اللي وقعت فيه ايفلين هوكر، اصلا ما فيش علاقه ما بين التكيف النفسي والشذوذ الجنسي، يعني لا الشذوذ الجنسي احد عوامل التكيف ولا التكيف احد عوامل الشذوذ الجنسي، وهيدلل على ده دلوقتي حالا. قال هناك ورقتان علميتان تكشفان الاخطاء المنهجيه في ورقه هوكر
موجودتان في مراجع الورقة، في الورقة بتاعته تحت، وهما ورقة كاميرون ودي نشرت سنة 2012 وورقة شوم ونشرت أيضا 2012. أولا بيقول لا يوجد أصلا ارتباط بين الحالتين، التكيف ليس نتيجة مناسبة لتحديد الحالة الطبيعية النفسية لكل عملية فكرية والسلوكيات المرتبطة بعمليات التفكير هذا. الاكتئاب وعدم تقدير الذات والخلل في العلاقة والخلل الجنسي والضيق وعدم قدرة الفرد على العمل في المجتمع ليست ذات صلة بكل اضطراب عقلي، وهذا يعني أن الاضطرابات النفسية لا تؤدي جميعها بالضرورة إلى سوء التوافق أو عدم التكيف. هذه الفكرة جايبها منين كيني؟ يعني فك الارتباط ما بين التكيف وما بين الشذوذ الجنسي، إن الشذوذ الجنسي لو مرض لابد وأن يؤدي إلى عدم التكيف. عدم وجود علاقة ارتباط ما بين الاثنين هو جابها منين؟ قال لك هذه الفكرة مذكورة في موسوعة علم النفس الإيجابي وتشير إلى أن قياس تقدير الذات والسعادة لتحديد تكيف المرء أمر صعب إثباته، لا يمكن إثباته. إثبات العلاقة ما بين التكيف والمرض النفسي أمر لا يمكن إثباته. وقد لوحظ أن الأشخاص الذين يميلون إلى جرح الذات قادرون على العمل في المجتمع والتكيف معاه. بالعكس ده هو حتى قال في الورقة إن الإنسان المصاب بالانجذاب لجرح الذات أو بتر الأطراف بيشعر بحالة من الاتزان النفسي والسعادة والبهجة بعد جرح الذات أو بتر الطرف، وبالتالي تجد متكيف بشكل جيد جدا مع المجتمع. ده مش ده وبس، مش الحالة دي وبس، ده جاب لك حالتين كمان. زي إيه؟ تذكر الجمعية الأمريكية للطب النفسي، الجمعية الأمريكية للطب النفسي بذاتها هي اللي بتقول أن اضطراب توريت ده مرض نفسي، اضطراب توريت وده أحد صور اضطرابات التشنج اللا إرادي، هو نوع من الاضطرابات العقلية. تمام كده؟ إذن اضطراب توريت ده مرض نفسي ويمكن أن يحدث دون ضغوط أو عواقب وظيفية، وبالتالي دون أي علاقة بالتكيف. اللي بيقول الكلام ده مين؟ اللي بيقوله الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وهو مثال آخر لاضطراب عقلي لا يرتبط بالتكيف. وتذكر نفس الجمعية، جمعية الصحة، الجمعية الأمريكية للطب النفسي، تذكر نفس الجمعية أن الاضطراب الوهمي، وهم أشخاص يعانون من اضطراب الوهم والمعتقدات الخاطئة، يعني زي بعض أصدقائنا اللي بيشعروا إن الأقمار الصناعية بتراقبهم في كل مكان وإن أجهزة المخابرات بترصدهم وإنه شخصية خطرة جدا على مستوى العالم وإن الدنيا كلها يعني مهتمة به، يلاحظ أن أداء هؤلاء الأشخاص الوظيفي ليس ضعيف بشكل ملحوظ. وعليه فإن الاضطراب الوهمي وهو اضطراب عقلي لا علاقة له بإجراءات التكيف. الخلاصة كما يقول كيني، خلينا كده نجيب لحظة واحدة كده يا جماعة. الخلاصة كما يقول كيني، نكمل. الخلاصة كما يقول كيني أن الربط بين المثلية الجنسية والتكيف هو استدلال دائري. الربط ما بين المثلية الجنسية والتكيف هو استدلال دائري، يعني أيهما سبب يعني أنا أستطيع، هو بيقول كده، أنا أستطيع أن أدعي إن زي ما إيفلين هوكر بتقول إن الشذوذ الجنسي يسبب عدم التكيف، أنا أستطيع أن أقول أن عدم التكيف يسبب الشذوذ الجنسي أو الاضطراب العقلي، وهذا أمر مستحيل يتقال، وده بيسموه الاستدلال الدائري. ده كلام مين ده يا جماعة؟ ده كلام بروفيسور كيني. إذن بروفيسور كيني في الورقة بتاعته دي الحقيقة، بروفيسور كيني في الورقة هي يا جماعة، عشان بس اللي عايز يعني ثم نعود تاني الحقيقة ثم نعود تاني الورقة بتاعتنا إن شاء الله. دي الورقة يا جماعة، والرابط بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن. دي الورقة اهي،
homosexuality and the scientific evidence on suspect anecdotes, antiquated data, and the broad generalization. Robert L. Kinney III, Fort Wayne in USA. الورقة دي منشورة فوق اهي في 2015. ماشي، دي الورقة. لو اي حد كلف خاطره وطلع عليها تحت في الديسكريبشن هتفتح له بالمنظر ده ويقراها براحته خالص. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعنا. اذا الخلاصة ان استدلال ايفلين هوكر بان الاضطراب العقلي يسبب عدم التكيف ده استدلال دائري، ومنظمة او رابطة الصحة النفسية الامريكية قالت ان ده امر لا يمكن اثباته، وبالتالي برهان ايفلين هوكر باعتبار ان الصحة النفسية، باعتبار ان المثلية الجنسية سلوك طبيعي وليس مرض نفسي، الحقيقة كلام فارغ يعني. طيب انا عايز اقرا لحضراتكم كلمتين في النهايه كده نختم بيهم الحلقه دي للدكتور عبد الوهاب البسيري. والحقيقه الكلام اللي هيقوله الدكتور عبد الوهاب البسيري قاله زيه بالظبط، او كلام يكاد يتطابق معاه الدكتور طه عبد الرحمن في تحليله للظاهره دي في المجتمع الغربي. دكتور طه عبد الرحمن له كتاب في الاخلاق يا جماعه، الحقيقه حلل فيها ظاهره القيمه والمعنى اللي موجوده في المجتمعات الغربيه، وتنبأ بأن المجتمع الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة مقبل على الانهيار. الإنسان الغربي اللي مقبل على الانهيار. بصوا يا جماعة، مرحلة الحداثة هي مرحلة نسبية المعاني والقيم. كل شيء نسبي. الحداثة هي النسبية في المعاني والقيم. وبالتالي مش بالضرورة الحرام عندي يكون حرام عندك، أو المقبول عندي يكون مقبول عندك، أو المرفوض عندي يكون مرفوض عندك. وبالتالي كل شيء نسبي. وما اقدرش اقول ابدا ان في قيمه مطلقه تقدر تحكمنا انا وانت. دي مرحله الحداثه في المجتمعات الغربيه. انما مرحله ما بعد الحداثه في المجتمعات الغربيه الحقيقه وصلت الى ما هو اخطر من ذلك بكثير، وهو سيوله المعنى والقيمه. سيوله، مش بقى نسبيه، لا، سيوله. لم يعد هناك اتفاق على أي قيمة ولا أي معنى ولا أي مضمون، وبالتالي تم تفريغ كل شيء من معناه ومن مضمونه. وبالتالي في منتصف التسعينات دكتور عبد الوهاب المسيري قال إن المجتمع الغربي يتوجه نحو الشذوذ الجنسي، يتوجه نحو التطبيع مع الشذوذ الجنسي. المجتمع هو لا يتكلم عن المؤسسات والقوانين والتشريعات، وبتكلم عن المجتمع الغربي يا جماعة، الإنسان الغربي. هناك المؤسسات بتضغط للتطبيع مع الشذوذ الجنسي، في حين إن كتير جدا من المجتمعات الغربية رفض هذا التوجه. إنما الدكتور عبد الوهاب المسيري وقبله أو معاه الدكتور طه عبد الرحمن قال لا يا جماعة، المجتمعات الغربية مقبلة على قبول الشذوذ الجنسي، وأن الدافع وراء ذلك ليس مجرد الشهوة الجنسية، بل البعد الفلسفي لمبدأ اللذة. البعد الفلسفي لمبدأ اللذة. يقول دكتور المسيري: أعتقد أن الشذوذ هو النتيجة المنطقية والترجمة الوحيدة الأمينة لمبدأ اللذة النفعي. فالإنسان الشاذ يمكنه أن ينشئ علاقة مع شخص آخر من جنسه فيتغلب على اضطرابه بشكل مؤقت، ثم يعود مرة أخرى لحياته الاستهلاكية البسيطة، وهو يتغلب على اضطرابه دون أن يدخل في علاقات ذات آثار اجتماعية تضطره للدخول في علاقة حقيقية مع الآخرين ومع الواقع. يعني المسألة تيكاوي، المسألة مسألة أنا أستمتع لحظتين وأعود إلى الواقع. إن العلاقة مع شخص من نفس الجنس هي أقل العلاقات الإنسانية جدلية. يقول دكتور مسيري: لا يمثل الدفاع الشرس عن المثلية الجنسية والدعوة إلى تطبيعها هناك في المجتمعات الغربية، لا يمثل ذلك دعوة إلى التسامح أو تفهم وضع المثليين، هذه أكذوبة، بل هو في أصله هجوم على المعيارية البشرية وعلى الطبيعة البشرية كمرجعية نهائية ومعيارا ثابتا يمكن الوقوف على أرضه لإصدار أحكام وتحديد ما هو إنساني. المثلية الجنسية هي محاولة أخرى لإلغاء ثنائية إنسانية أساسية، هي ثنائية الذكر الأنثى التي تستند إليها المعيارية الإنسانية. دكتور عبد الوهاب في الفقرة الأخيرة دي بيقول إن المثلية الجنسية في المجتمعات الغربية هي صورة من صور
الانقلاب والتمرد على المعياريه او على المرجعيه، زي ما انقلبوا قبل كده على مرجعيه الله في العصور الوسطى وتمسكوا بمركزيه الانسان في عصر الحداثه، في عصر ما بعد الحداثه هناك بقى حاله من التمرد جديد على الاله الجديد اللي قله في مرحله الحداثه وهو الانسان. احنا بننقلب دلوقتي بقى على المركزيه الجديده والاله الجديد اللي هو الانسان. ايه هي المرتكزات اللي فيه والاساسيات اللي فيه اللي بننقلب عليها؟ هي الثنائيه الانسانيه ذكر وانثى. لا، انا بانقلب على كون الانسان ذكر وانثى، وانا اتمرد على هذا الامر لان هذا الامر لم اصنعه باختياري، وانا ارفض كانسان غربي ان اخضع لاي شيء يفرض علي من خارجي. وبالتالي هي حاله من حالات التمرد على مركزيه الانسان في عصور ما بعد الحداثه. النتيجه في النهايه يا جماعه، الشذوذ الجنسي تمرد على الطبيعة الإنسانية، تدمير للأسرة ومركزيتها، اختلال لمفهوم الأسرة بتعدد صورها بعد السماح بزواج الشواذ والسماح لهم بالتبني، كارثة مقبلة عليها المجتمعات الغربية. الأسر أسر الشواذ لو تبنت أطفال لتربيتهم هتطلع لهم أجيال من الشواذ ومن المختلين عقليا ونفسيا، لأن لا يمكن لطفل أن ينشأ نشأة طبيعية ما بين أب ذكر وأم ذكر أو ما بين أب أنثى وأم أنثى، مستحيل أن ينشأ نشأة طبيعية أبدا. الاضطراب النفسي للطفل المتبنى في أسر الشواذ نتج الحقيقة عن هذه الظاهرة استعداد المجتمع الغربي الحقيقة لدخول في اضطرابات ما بعد اضطرابات المثلية الجنسية، وهو اضطراب الجندرية أو اضطراب الهوية الجنسية. يعني خلاص ما عادش عندنا بقى ليسبيان وجاي وشوية البتوع دول، ده احنا اصبح عندنا كمان انواع اخرى من الهويات الجنسية. والمجتمع الغربي النهاردة كمان مؤهل لما بعد هذه الازمة، وهي ازمة اضطراب الانسانية، اضطراب انسانيتي انا، بمعنى هل انا انسان ام انا حصان ام انا كلب. والله العظيم الموجة دي بدأت تظهر في المجتمعات الغربية وبدأ المجتمع في تقبلها، لدرجة أن بعض المدارس في كندا، والموضوع الخبر ده موجود على اليوتيوب، بعض المدارس في كندا طلبوا في أنهم يعملوا حمامات من الرمل لبعض الأطفال، لأن هؤلاء الأطفال يرون في أنفسهم قطط، فمن حقهم أن هم يلاقوا حمامات رملية عشان يفحر ويتبول أو يتبرز ويدفن برازه كما تفعل القطط. في لندن موجود دلوقتي حسب آخر إحصائيات حوالي 20,000 كلب بشري، 20,000 كلب بشري، والظاهرة مرشحة للتطور وللزيادة وهكذا. وطالما بدأت والمجتمع بدأ يتقبلها، إذن الحالة مرشحة للزيادة، مجتمعات بتنهار كما تنبأ بذلك دكتور طه عبد الرحمن وكما تنبأ بذلك الدكتور عبد الوهاب المسيري. الحقيقة أنا يعني ده آخر حاجة عندي ومش عايز اطول على حضراتكم، انما الحقيقه الحلقه وانا بحضر ليها اوحت الي بمجموعه الحقيقه من الحلقات كتبتها انا في ورقه جانبيه، لانها موضوعات الحقيقه في غايه الاهميه، تمس الواقع اللي احنا موجودين فيه وتمس الواقع الاوروبي اللي احنا موجودين هناك او الناس هناك موجوده فيه، وتمس مستقبل المنطقه باعتبار ان هذه القيم والنظم بتفرض فرضا على هذه المنطقه. كان عندنا أخ كريم عاوز مداخلة، لو هو مستعد بس يكتب لي إن هو جاهز. طب يا جماعة يعني هنتلقى كده في آخر ربع ساعة كده أو آخر 10 دقايق، آخر 5 دقايق نتلقى من حضراتكم أسئلة لو حبيتوا. وأخونا اللي كان عاوز مداخلة سريعا يعني أنا جاهز، يقول لي بس هو جاهز عشان أنزله الرابط. جي آر بيقول لا يوجد دليل على إيه؟ أنا أعلم إن جي آر عايش في لندن تقريبا. لا يوجد دليل على إيه جي آر؟ صلاح بيقول لي أنت ليه شاغل نفسك بالأعضاء التناسلية والغرف المغلقة؟ أنا مانيش شاغل نفسي إلا بالحرب المعلنة علينا،
الغرب بيفرض علينا داخل الاتفاقيات الدولية وداخل الأحداث والمناسبات الدولية، بيفرضوا علينا الشذوذ الجنسي، فإحنا بنرد عليهم يا أبو صلاح إلا إذا كنت قابل أنت الكلام ده، ده موضوع تاني. أنا مالي لو واحد عاوز ينام مع واحد ده في بيته جوه وفي سرية، إنما ما يفرضوش على المجتمع ويروج ليه وما يربيش عليه ولادي في المدارس. يا جي آر، المثلية الجنسية دلوقتي بتقدم فيها حصص وصفوف داخل المدارس في المجتمع الغربي، والأفلام والمسرحيات والدراما وكل الأحداث العامة، البطولات والدوريات والإعلانات لابد أن تكون فيها مادة تروج للمثلية الجنسية، حتى في أعمال الأطفال في ديزني. فده ما عادش حرية ممارسة شذوذ، ده بقت فرض الشذوذ على المجتمعات، وده مش مقبول. حتى لو يعني جي ار بيقول، عشان برضو اللي هيشوف الحلقة بعد كده، لا يوجد دليل على ان الأسرة المثلية يخرج ابنائها مثليين. غالبا هيخرج ابنائها مثليين لانهم اتربوا في مجتمع مثلي او في بيئه مثليه، انما اللي اكيد بقى ان هم هيخرجوا من هذه البيئه عندهم خلل نفسي لانهم ما تربوش تربيه طبيعيه. اي طفل طبيعي محتاج ام يا جماعه، ام انثى حضن بمشاعرها بقى وبحنانها وعطفها وطبيعتها الانثويه، ومحتاج اب يمثل السلطه ويمثل الضبط داخل البيت، كده يطلع طفل سوي. فيما عدا ذلك لابد انه هيخرج طفل غير سوي. طيب ايه تاني يا جماعة؟ اخونا اللي كان عاوز يعمل المداخلة، انا جاهز لو هو جاهز. واضح ان هو مشي مع ان انا وعده بالمداخلة في اخر الحلقة. طيب اخر سؤال يا جماعة عشان نختم. ما فيش مانع يا جي آر بيقول أيمن، هناك أدلة أن الأسرة المثلية غير مثالية. لا، الأسرة المثلية بيئة غير سوية لنشأة الطفل سوي، ماشي، لكن ليس بالضرورة الأبناء يطلعوا مثليين. أنا ما عنديش مشكلة خالص في الحتة دي، ما فيش مشكلة خالص. طيب يا جماعة، الحقيقة أنا أعلم جيدا إن الحلقة النهاردة كانت يعني كان كما يقول البعض حلقة مقرفة، عنيفة عند البعض. معلش سامحونا يا جماعة، سامحونا، أنا آسف لو كانت الحلقة يعني بلس 50 أو بلس 18 أو أي حاجة، معلش سامحوني، هي حلقة كده وسط الحلقات الموجودة في القناة. أتمنى إن الجهد اللي اتبذل فيها يكون نافع ويفيد حضراتكم بحاجة. احتمال ان انا اقطع الاجزاء اللي حصل فيها خلل، وطبعا إن لو قطعت الاجزاء دي هتختفي التعليقات. فانا بس بايه، اولا بشكركم، ثانيا اتمنى ان يكون الجهد اللي اتعرض على حضراتكم النهارده نفعكم باي شيء، واتمنى ان الحلقه دي تكون حلقه مرجعيه للموضوع ده في القناه، نحيل اليها بعد كده اذا تعرض احد لهذه النقطه هنا او في اي مكان. ماشي يا جماعة، ألقاكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة. إلى سعيد على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أؤكد لحضراتكم أن أحمد عبد الماهر لن يسجن يوما واحدا. أين الإشكال؟ هو الجانب التشريعي والجانب القانوني. الجانب القانوني والجانب التشريعي المتعلق بتأطير المجتمع، المتعلق بتأطير العلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع. بناءً على حرب ما بين سبيلين دولة معاشية، إنما أستغل الأسير أو أسبي الأسيرة، هذا يخالف أصلاً نص الشريعة الإسلامية. ليه يا جماعة؟ لأن عشرات السنين ومئات السنين تجمع في الجبال هؤلاء الصعاليك
حتى تحولوا من مجرد مطالب مجموعة فتاوى إلى قبائل كاملة تشكو آراء المذاهب. وزودت كمان وكان عندي قوانين مبدئيا الكهرباء تتكلم وحتى كان عندي قوانين ما تجيش في نفس الخط. وكالعاده احنا مع اثنين من كبار العقلاء او من كبار العقول مع الدكتور على هذا الدين بينشوا مع هيئه معينه نشر عليها فيفسر بهذه الهيئه ما اعنيه انا بكلمه التصرف.